مساء الخير. بين الآمال والآلام يوجد الصبر والصمود والثبات. بين النضال الميداني والسجون توجد الدروس. بين الفكر والممارسة تتعدد الدروب والاستراتيجيات. بين الريف والوطن يوجد سوء فهم كبير. سوء فهم نلمسه من خلال المؤامرات والتهم المجانية الموجهة لنشطاء حراك الريف والزج بهم في غياهب السجون، دون أن ننسى الماضي المؤلم للريف مع السلطات المركزية، بحيث كلما طالب الريفيون بحقوق بسيطة إلا ويكون جواب الرباط بالتنكيل مع أهل المنطقة، تنكيل في أبشع صوره، حيث السب والقذف والقتل والاعتقالات العشوائية والمجانية. لفهم ما جرى ويجري نستضيف الليلة قياديين بارزين في حراك الريف، تركا بصماتهما إلى جانب رفاقهما الآخرين، منهم من أفرج عنهم ومنهم من لا زال يعاني من رطوبة الزنازين إلى يومنا هذا. أقول ترك بصماتهما بقوة في تطور وتأطير حراك الريف إعلامياً وتنظيمياً وسياسياً. معنا الأستاذين محمد المجاوي والحبيب الحنودي. مساء الخير محمد المجاوي. مساء الخير حبيب الحنودي. مساء الخير. مرحباً بكم، لنا الشرف نستضيفكم هذه الليلة. غتكون حلقة بالعربية باش يتبعوا معنا كل إخوة الذين يريدون أن يفهموا ما جرى وما يجري في الريف. الحلقة نحاول تكون بالعربية، ولكن إلا بغى شي حد يعبر في أي لحظة من اللحظات بلغته الأم فأهلا وسهلا. نبدأ بالأستاذ المجاوي. أستاذ المجاوي مرحبا. مرحبا خويا سعيد. مستند الجاوي، دابا انتما من الناس الاوائل الذين خرجوا وتحركوا وناضلوا الى جانب صفوف ابناء الريف في حراك شعبي سلمي توخى تحقيق تنميه للمنطقه وحريه اكثر وكرامه. هذا الحراك عشتموه من الداخل بجوارحكم وبأمالكم وبآلامكم وبعرق جبينكم، وطبيعة الحال لديكم قراءة في هذا الموضوع. لديكم الآن مسافة تفصلكم عن الواقع، واقع الحسيمة، واقع الريف. هذه المسافة قضيتها في السجن، في السجون ديال الذل والعار. واش الآن يمكن تعطيو المشاهدين المتابعين ديال الريفيزيون وبرنامج حوار اليوم، تعطيونا شي قراءة كيفاش كتشوفوا حراك الريف أو كيفاش كتقراو حراك الريف؟ لكم الكلمة أستاذي. شكرا صديقي رفيقي سعيد، تحية كذلك لرفيقي الذي شاركني كذلك تجربة السجن رفيق النودي، وتحية يعني لكل المشاهدين الذين يشاهدون أو سيشاهدون هذا البرنامج، تحيانا الخاصة له. صراحة يعني موضوع حراك الريف هو واحد الموضوع اللي غنلقاو فيه وجهة نظر عديدة لكل عايش هذه التجربة، خصوصا هنا على مستوى يعني المنطقة، وسواء يعني الإخوة ديالنا رفاقنا يعني دياسبورا إلى غير ذلك، يعني عايشنا لحظة بلحظة. وصراحة يعني من كتجي كتقول إجمالا نفتخر على أننا جينا في واحد الجيل اللي عايش هذه التجربة، نفتخر حقيقة على أنه واحد المفكرة كنحس بها أننا عشنا تجربة الحراك الشعبي بالريف بكل زخامه، بكل عنفوانه، وبكل المآسي كذلك التي تكبدناها جميعا كأبناء وبنات المنطقة، سواء اللي كانوا قاطنين أو العائلات ديالنا
اللي مرتبطين بنا واللي كتبعدوا على مدى يعني هاد الأربع سنوات واحد المأساة الحقيقية. ربما لا زلنا يعني نشطر هذه المأساة لأنه لا زال رفاقنا قابعين يعني في السجن. بعد بين قوسين يعني أول حاجة اللي نبدأ بها هي أنه أضم صوتي يعني والدعوة ديالي على أساس أن كل عائلات المعتقلين على أن خاتي جامدة خاتي عالية خاتي زليخة الوالد إسماعيل شرقي وعامل العائلات خاتي حيمود بالذات نتمنى أنه تستعد من الصحة نصندو العافية نصندو تجاوز المحن المرض تجاوز المحنة الاعتقال من فلذات الأكبد نصندو رجال شامخات وصادقات النضال ديالهم إلى جانب أبنائهم المعتقلين على ذمة الله. إذا كنقول على أنه افتخار بتجربة يعني بمعايشة تجربة الحراك هو أمر اللي كنحسه أنا بحال بديهي من كل المناضلين اللي ساهموا فيه من قريب ومن بعيد. علاش الافتخار أولا بالتجربة؟ لأن الحراك الشعبي راهن عليه الجميع. راهن عليه الجميع حتى اللي كنا ربما كنقولوا على أنهم كينتقدوا الحراك في العالم كذا كن على يقين على أنه في أنفسهم في مرة من المرات راهنوا على أن هذا الحراك غادي يجيب شي حاجة جديدة لهذه المنطقة وغادي يفتح ليها أبواب ديال شي مستقبل أفضل لنا جميعا كأبناء كبنات كمنطقة وكوطن بأكمله. لأنه هي تجربة شعب، تجربة اللي تساهم فيها الصغير الكبير، فيها التنوع نساء ورجالا، هو محط يعني اهتمام حتى ديال العائلة ديالنا ديال الناس اللي فاتوا 80 عام وفي الديور وكذا إلى غير ذلك. يعني الجميع والجميع راهن عليه، الجميع مرة يمكن في شهر فبراير في وسط زخم الحراك في شهر مارس الناس اللي عايشوا ديك التجربة داك الطوفان الشعبي اللي جا باش يقول على أننا لسنا انفصاليين إلى غير ذلك. يعني لحظة معينة أي واحد فيهم حتى المنتقدين أقولها صراحة حتى اللي كانوا كينتقدوا علانية الحراك لحظات ما كانت تنتابهم ذاك الرهان أنه هذا الحراك ممكن نراهنوا عليه وممكن يفتح لنا أبوابا لمستقبل أفضل للمنطقة. فبالتالي مجرد على أنه يكون عنده هذا الحضور الحراك الشعبي بالريف كل هذه البيوت وعلى أن الجميع يقدران عليه من أجل مستقبل أفضل فإنها مفخرة، سيكون مفخرة لي، مفخرة لمثل الحبيب، مفخرة لكل من ساهم من قريب أو من بعيد، مفخرة لكم جميعا. استاذ مجاوي، كيفاش نعم. وقع هذا التطور؟ في الاول كان في البدايه كان يلا الكشف عن قتله محسن فكري ومحاكمته ومساءلته واعاده الاعتبار له الى غير ذلك، ومن ثم تطور الى تستير ملف مطلبي، ومن ثم الى الرد على تهمه الانفصال خالد الشرتيو. كيفاش حدث هذه النقله النوعيه؟ صراحة هو الحراك أنا بهذه العفوية أنا النهار اللي دخلت في الحراك وكنت كنقولها بواحد هيدا مع أصحابي مع الرفاق ديالي إلى غير ذلك كنت كنقولها بصريح عبارة أنا باغي يا سيدي غير فضاء ترفيهي لبناتي. أنا ولد المنطقة ديال الحسيمة كان شي هي تمرست علينا الحكرة تمرست علينا كذا تمرست علينا فيه تراكم يعني غير العقد الاخير راه ديال من 2011 من حركه 20 فبراير الى الان على مدى 9 سنوات واحد التراكم كاين اللي ممكن غنلمسوه. يعني الحراك البدايه ديالو ضد من اجل كرامه المواطن اولا وقبل كل شيء ضد ما تعرض له يعني الشهيد محسن غادي نبثق داك يعني بحال دخل الوجدان ديال الجميع وكل شيء غيخرج غيستنكر وغيستهجن يعني ما واقع. منين كنا كنتلاقاو في التظاهرات وكتشوف الناس كل واحد شنو باغي من هذاك الحراك. كما قلت لك انا ربما كنت كنقول
غير سيدي انا باغي فضاء ترفيهي، هذه المدينه ما باغي لها شي حاجه اللي هي اللي غتكون لي لها مزيانه، اضافه صغيره ولكن خصها تكون في هذه المدينه وهي ما كايناش. كرامه المواطن بطبيعه الحال كان ربما تكون عندها تخرجها من الاول، اللي كنت كنقولها منذ البدايه، الدوله الديمقراطيه كان المسؤولين ديال القطاعات الصيد البحري ديال الداخليه ديال العدل اللي كان عندهم علاقه مباشره داكشي اللي وقع للشهيد محسن فكري، طبيعه الحال راه تابع فيها مندوب وزير الصيد البحري باقليم الحسيمه، هذه راه علاقه تابعيه رئيس ومرؤوس يتراسه هذا وزير الصيد البحري. ما بغيناش اسيدي احنا بلا ما يديه للحبس، ولكن يهبط على الكرسي. السيد وزير الداخليه تشد القائد، تشد الخليفه على ذمه ملف الشهيد محسن فكري. اذا وزير الداخليه كان خصو ينسحب، علما على انه ديك الحكومه كانت حكومه تصريف الاعمال، ما كانش حتى حكومه عندها شرعيه انتخابيه، كانت حكومه ديال تصريف الاعمال ديمقراطيا، باش ترجع هذه الكرامه ديالنا هذا المواطن، نحسوا حقا بالمواطنه ديالنا، كان من الاجدر على ان هاد الناس يمشيو. ولكن يعني كي تعاملت الدوله والتراكمات اللي كانت حاصله عند الريفيين وعند هاد ابناء المنطقه هنا في الحسيمه، بدءا من الشهداء الخامس وغيجي القضيه ديال كريم الاشقر، كمال الحساني الى غير ذلك، وغتوصل يعني للشهيد محسن فكري، كان خص تكون ديك النقله النوعيه نحو انتاج مطالب، ان تنعكس يعني كاع داك الزخم النضالي خصو يتنعكس مطالب اللي عندها علاقه بالمنطقه. اذا وفوقاش غتكون هذا الشيء حتى من بعد الذكرى الاربعينيه، لانه في الذكرى الاربعينيه لحدود الذكرى الاربعينيه كان الشغل الشاغل للجميع هو اننا ندار اربعينيه للشهيد، خاصه انها جات موازيه مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، يعني تليق يعني بكل شيء ذاك الزخم اللي عبروا عليه المواطنين والمواطنات في هذه المنطقه، تليق بمستوى التضامن حتى اللي حصل في كل شيء المدن المغربيه استهجانا للطحن محسن فكري، حاويه للازبال الى غير ذلك. ولكن من بعد الاربعينيه غتكون ضروريه على اساس انه ما يمكنش يعني كاع ذاك الزخم اللي كان قوي وقوي جدا يعني يمشي غير هكاك، يمشي هباء منثورا، كان خصو يتعكس كذلك على انه في الانفتاح الواسع حول المواطنين والمواطنات، ونشوفوا الاشكالات الحقيقيه. راه بنادم يمكن يطلع للدوار حتى في اي منطقه ويكون عنده مشكل ديال البير، واحد اخر يكون عنده مشكل ديال الديمقراطيه، واحد يكون يقول مشكل ديال الجماعه، مشكل ديال الترابي، مشاكل كذلك. من تما بدات الفكره كيفاش غيكون الملف مطلوب. الاول كاع كنا كان من العديد اللي كنا كنقولوا ربما حتى الشعارات، فقط الشعارات العامه يعني مطالبنا نهار خليها غير فسيدي في الكرامه، خليها في هذه، خليها في شعارات اللي هي في العداله الاجتماعيه، في الحريه، في هذه راه شعارات عامه تفي بالغرض. ولكن كان واحد يعني مناضلين نشطاء ديال الحراك كانت تدير على اساس انه لماذا ما دارش شي حاجه اللي غتكون مخصصه بالاشكالات ديالنا اللي كنعيشوها ونعكسوها في اطار مطالب وملف طلابي. اذا مشات بهذا الشكل، مشات بذاك الشكل، كلشي في هذه الفتره واحد السلميه اللي كانت رائعه مطلقه، اللي بالنسبه لي انا شخصيا كنفهمها على انها بحال كانت واحد الهم جماعي، بحال كانوا داك الشباب حتى الناس اللي كانت عندهم 16 15 عام، كنا كنشوفوهم كاع كيديروا السلاسل، حاضرين معاك الى غير ذلك، كلشي الهم ديالو عند شي واحد يضرب شي حجره، عند شي واحد عندي هذه عند دايزين حدا هذه المؤسسه الى غير ذلك. ذاك الهم الجماعي كان يعكس كذلك على انه حتى واحد فينا ما كان باغي يتكرر ما حدث في 20 فبراير 2011. يعني كل شيء ذاك الشيء رغم كل شيء التآمر اللي وقع، ولكن باش توصل بواحد النهار وتخرج بخمسة ديال الشهداء، يعني كانت المنطقة بأكملها تجمع على انه حنا ما مستعدينش يتكرر نفس ما حصل، ونصدقوا بأنه استشهد فلان او فلانة او إما او ما غير ذلك. إذا كان ذاك الهم الجماعي عكسوه، الحماية ديال السلمي ديال اللي مشات بعيد، مشات بعيد يعني إلى حدود حتى 5 فبراير، اللي كان داك الشيء فقط مفتعل، ثم غتجي الأحداث الأخرى ديال مزورني إلى غير ذلك، اللي كانت يعني أكثر كانت يعني
تتحاول انها تجر الحراك المستنقع ده العنف، رغم اننا كنا يعني واعيين و ممكن فهموها أستاذ الجاوي بأن كان هناك نوع من التراكم ديال الظلم ديال الحقراء ديال الممارسة خارج على القانون من طرف رجال السلطة، هي اللي أدت إلى هذا التفجير ديال الغضب. إلا بغينا نقولوا أنه محسن فكري كان مجرد واحد نقطة التي أفاضت الكأس كما يقال، اللي خلات الناس تنفجر بذلك الطريقة الجماعية. جماعية، وعندما أقول جماعية أقول الكل شارك برجالا ونساء أطفالا وشيوخا في حراك شعبي سلمي لم يشهد له الريف أعتقد تاريخيا وحتى المغرب. صراحة أنا أقول عبارة حنمو، مجرد عبارة حنمو راه كانت هي الشرارة الحقيقية في جات الحيرة، هي ديك العبارة أكثر منهم شي حاجة أخرى. في الأيام الأولى استشهاد محسن فكري ما كانت تتداوله الألسن أكثر كانت هي هذه العبارة اللي كانت يعني كتخرج فينا حتى ذاك، وخاصة أن هذا الشيء راه تراكم دابا، لأنه يمكن نهضروا على التراكم ديال الحقرة كذا. قلت لك أنه راه على مدى غير عقدين، العقد الواحد من 2011 ل 2020 أسيدي 9 سنين، هذه المنطقة أعطت 5 شهداء، أعطت في 2012 كمال الحساني السادس، شكريم رشقر السابع، الآن محسن فكري بعماد فريد إلى غير ذلك. راه ما يمكنش على مدار 9 سنين عطينا 10 شهداء، يعني معدل شهيد لكل سنة. هذا النوع ديال الحكرة ما كانش ممكن على أننا نبقاو ساكتين، وخاصة كما قلت لك كيف تعاملت يعني السلطة يبان ذاك الوقيت. يعني من نهار كنقول لك عبارة تحمو، نهار كنقول لك المسؤولين الوزاريين، يعني واحد الحديث اللي استهجنته الدنيا. كيف ممكن على انه المسؤولين اللي عند الحكوميين، واللي كنقول لك انا حكومه ديال تصريف الاعمال ماشي عندها شرعيه انتخابيه، وكان الامر يعني هكا. زدت لا كان النهار جا حصاد وقال لك بلي انه اوامر ملكيه بحال تحقيق نزيه وشفاف، وغدوز 40 ساعه غادي يخرج لك البلاغ ديال الاداره العامه للامن الوطني اللي كاين فيه يعني اي تدخل دار الرجال ديال هذا الامن الى غير ذلك، صافي يعني ان هادو مقصيين من التحقيق. اذا ما عم غنحقو، كانت هذه بعد يعني او كتقول لي الاوامر الملكيه بفتح تحقيق نزيه وشفاف، ولكن من بعد 40 ساعه كتخرج اداره كتختار على التحقيق نزيه وشفاف يجب ان يشمل الجميع. هو ما متفاهمش مع بعضياته. ولا ربما نخلي اذا يعني الاستاذ المجاوي عقل على هذه. انا عقلت مزيان في ما بعد ذيك الاربعينيه جات الذكرى ديال الاستشهاد الله ديال رحيل مولاي محمد، وكان اول تدخل قمعي بذاك ترشوكم تبعوكم في القهاوي، ومن بعد اعطيت التصريح انت وناصر الزفزافي، ونرجع لك لهذا التصريح. دابا نمشيو عند الحنودي، راه باش ما يبقاش يتسنى بزاف. الحنودي غنطرح عليك نفس خويا الحبيب، انتم ايضا من بين الناس الى بغيت نقول القدامى الذين انخرطوا في هذا الحراك منذ بدايته وتابعوا خطواته وساهموا بافكارهم وبقلمهم ودافعوا عن مسار الذي اتخذه الحراك بتلك التلقائية بتلك العفوية بتلك المسؤولية ايضا. وانكم اكيد لديكم ما تقولون ما ستقولون حول هذا الحراك. كيفاش كتقراو الحراك اخي الحنودي؟ انتم اللي عشتوه من الداخل رغم انكم كنتوا كتسافروا بزاف، ولكن من خلال تتبعنا ومتابعتنا بطبيعة الحال الحراك من الخارج نعرف قيمة المناضلين ومساهمتهم بمختلف، كل واحد ساهم بطريقته بطبيعة الحال. تفضل ثبوت. تفضل. السلام عليكم، تحية الأخ سعيد، تحية الأخ رشيد محاولا كذلك، تحية الأخ المجاوي، وأهلا وسهلا بك الأخ المجاوي، تحية للجميع المشاهدين واللي كيسمعونا في هذا القناة، وكنحيوهم من القلب ديالنا، وكنحيو جميع الناس اللي
اللي سبق ليهم تضامنوا ومازال كيتضامنوا مع المعتقلين ومع العائلات المعتقلين والناس اللي كيتضامنوا في جميع، سواء هنا في الريف او لا في المغرب او لا في على برا في الخارج، اللي تضامنوا مع منطقة الريف في المحنة اللي دازت فيها وفي المحنة اللي مازال كتدوز فيها هذه المنطقة. على أي حال، بالنسبة للحراك الريف، يعني كما قلت للأخ سعيد، يعني الواحد بحكم أن الواحد يعني ساكن في المنطقة الحسيمة ولا في المدينة الحسيمة، وبحكم البشاعة بشاعة الطريقة اللي تقتل بها أو اللي مات بها الشهيد محسن فكري، وكذلك من المنطلق أن أي تحرك شعبي كيهدف لتحسين الأوضاع في المنطقة إلا والواحد كاين، يعني من ناحية بالنسبة لي شخصيا، إلا وكيفرض عليا الواجب وكيفرض عليا الضمير ديالي وكيفرض عليا الروح النضالية اللي الإنسان رباها في نفسه منذ الصغار، أنني نشارك في هذا الحراك. الحراك الشعبي في الريف كان، يعني كان ولا يزال، هو مازال بأشكال أخرى. الحراك الريف يعني ممكن احنا ناخذ منه، نقدروا ناخذ منه مجموعة من الدروس. إلا جيت نوصفه أو نشخص الأحداث، فمن الصعب تشخيصها بالكامل ديالها، رغم أن الأخ محمد المجاوي اتطرق لمجموعة المواضيع اللي كتشخص الحراك وكيفية السير ديالو. على أي الحراك الريف أعطانا مجموعة من الدروس، دروس ماشي غير دروس نضالية ولا في الأشكال ضد النضال أو لا في، وإنما كذلك يعني أعطانا دروس حنا لنا أن كل النشطاء ضد الحراك، وحنا كأشخاص كأفراد وكجماعة وكسكان المنطقة، يعني واحد الدرس أننا قادرين نمشيو إلى خوضنا شي معركة نضالية أو شي حراك، أننا قادرين نمشيو به إلى الأمام، وقادرين نمشيو به وبواحد الطريقة اللي يعني كان مقتنعين بها احنا، وهو الطريق السلمي. طريق سلمي وبأشكال شريفة وبأشكال إبداعية. هذا الدرس الأول بالنسبة لنا، يعني كساكنة وكنشطاء ضد الحراك وكناضلين. وكاين درس آخر وغنذكر غير بعض سميتو، يعني بعض بعض النقاط، أو لا يعني الدرس حتى للدولة. إلى جينا الأسباب استمرارية، ما كنقولش قيام الحراك، ولكن الاستمرارية ضد الحراك. لأن المقتل دي محسن فكري كان مجرد، كما كيتقال دائما، مجرد النقطة اللي فاضت الكأس، ولكن الأسباب ديالو الحقيقية واللي خلات أن الحراك استمر لمدة عدة شهور، لمدة 7 شهور، يعني كاين تما واحد هي اللي خلاته يستمر. كاين مجموعة من الأسباب اللي هي اللي تراكمت في المنطقة. كنلقاو مثلا من بين الأسباب، كنلقاو الفساد والحقرة، يعني استشراء الفساد في المنطقة الريف، وهي ماشي استثناء، يعني في جميع المناطق المغرب كاين الفساد وكاين الحقرة، يعني أن السلطات كتعامل مع المواطن بواحد الطريقة اللي المواطن كيحس براسو، يعني بالدونيه، كيحس بالدونيه ديالو، كيحس باللي انه ماشي مواطن. كاين سبب اخر، وهو يعني واحد السلسله من 2011
من 20 فبراير 2011 إلى حدود مقتل محسن فكري كانت تم واحد السلسلة دياخور دياخور الحوادث أو الأحداث اللي مشى ضحيتها مجموعة من الشباب تراكمت انطلاقا من الخمسة اللي تحرقوا بشكل غامض في اخر في سميتو في الوكالة البنكية الى حدود مقتل محسن فكري. يعني واحد سبعة ولا ثمانية ولا تسعة الشباب او الاكثر اللي مشاو ضحية للوضع. كاين سبب التهميش، المنطقة كانت مهمشة وهي عاشت سنوات وسنوات منذ 1958-59 أو لا أقبل عاشت تهميش حقيقي رغم الانفتاح، يعني اللي وقع مع دخول الألفية مع دخول يعني الألفية الجديدة إلا على المنطقة بقت مازال مهمشة. كان تمشي الكره المنطقة أثناء واش كتسمعي؟ كتقطع شوية سي الحبيب، كمل نشوفه كمل كتقطع شوية. يعني التهميش للمنطقة ما غيترفع بشكل يعني نسبي واضح للعيان، يعني وكنشوفوه إلا بعد الزلزال 2004. وفي هذا الزلزال نيت في حد ذاته وقعت فيه مجموعة الأمور اللي فيما يخص فيما يخص المساعدات للمنطقة، المساعدات اللي جت من كل حدا بوصو، أنه وقعت فيها مجموعة الأعمال اللي خلات الناس يتساءلوا واللي خلات مثلا الساكنة دياخور التماسين أنها لحد الآن مازال كطالب بياخور توزيع العادل لديك المساعدات. كاين سبب آخر وهو الغياب الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية كتكون حاضرة غير في الغياب، ولكن في سميتو في الأيامات العادية ملي كدوز الانتخابات ما كتهتمش بالمنطقة، يعني هذه المنطقة هذه كتشوف عندها غير تسمى بقرة حلوب سياسية، يعني باش تأخذ منها الأصوات وتدي منها آخر. ومن بين الأسباب، نعم ممكن هذا ممكن، يعني أنا ما كنتش وراء هذه التسمية هذه، ولكن يعني واضح جدا أن هذا هو السبب تسمى الدكاكين، واقتنعت بها أن هذا دكاكين. حتى أنا شخصيا اقتنعت بها أن هذا دكاكين، لأن في الوقت الإنسان اللي كيجي كيفتح سميتو المتجر ديالو غير في المناسبات، وحال السوق دياخر السوق العام اللي كان عندنا في جويد إمزون، كان عندنا تما السوق العام. السوق العام كيدير من العام لعام، هما كيديروه 4 سنين ولا 5 سنين ولا 5 سنين، عاد كيجيو كيفتحوا كيفرشوا لاخر سميتو يعني المنتوجات ديالهم اللي كيبيعوها. على اي الغياب الاحزاب هذا واقع، وكاين كذلك الجانب الاجتماعي، كاين القطاع الصحه وكاين التعليم وكاين، يعني هذه امور كامله هي اللي خلات سميتو الحراك يستمر الكل ديك المنطقة. ولكن الدرس الأساسي اللي ممكن تأخذ الدولة من هذا الشيء هذا، طبعا يعني تأخذ هذا الجانب هذا اللي هذا النقاط خصها تأخذهم. طبعا نسيت واحد النقطة أخرى وهي الجروح التاريخية، الجروح التاريخية اللي بقات عند سميت عند المواطن في الريف، يعني هذه كتلعب دور اساسي، وشفناها في الشعارات وفي اخر ياخر اللي كانت في المسيرات وفي المظاهرات ضد الحراك. قلت ان الدرس اللي ممكن الدوله تاخذ من هذا الشيء هذا هو ان هذا الحراك هذا كاين واحد الواقع، وهو ان هذا التهميش سميتو النقص في الصحه وفي التجهيزات وعدم وجود جامعه الى اخره، هذه الامور هذه كامله نضيف لها واحد المساله، وهو ان يعني عدم وجود الشغل في المنطقه والعطاله ياخر الاغلبيه الشباب والضعف المدخول والضعف الدخل في المنطقه وعدم الاستفاده بشكل يعني سليم من
العمله الصعبه اللي كتجي من المهاجرين ضد المنطقه للمنطقه اللي كتستفد منها غير اللوبيات الماليه الكبرى البنوك الى اخره وسميتو المؤسسات التامينيه. يعني هاد الوضعيه ديال عدم وجود وعدم وجود مشاريع فاش اللي غتخلق فرص الشغل للشباب. ونضيف واحد الحاجه اخرى وهو ان الانسان اللي كيخدم خصو يربح، يعني يكون عنده الخلاص اللي يقدر يعيش به بكرامه. الى كرا يخلص الكرا ديالو ويعيش ويقري ولادو، ماشي يخلص الكرا وما يبقى ما يلقى ما ياكل وما يلقى باش يمشي لاخر للمصحه وما يلقى باش يقري ولادو. يعني الشغل انا كنقول يعني الدرس اللي خصي يدار اللي خصي يتاخذ من هذا الحراك هذا، وهو ان الانسان يخدم ولكن في نفس الوقت الخدمه بثمن، يعني باجر ملائم الاجر اللي كيحافظ على الكرامه ديال الانسان وعلى كيحافظ على انه يكون بالنسبه للضروريات الحياه هو في الوقت الانسان اللي كيخدم يعني كيعطي من العرق ديالو سميتو نورمالمون خصو يعيش في واحد الوضعيه جيده حيت كيخدم. مثلا عندكم تما في اوروبا الانسان اللي كيخدم راح مزيان، والانسان اللي ما خدمش كيتلقى المساعده هذا يعني كيكتفي معاه بالضروريات ديال الحياه. ورغم ذلك ممكن يعطيو له في اخر السنه كيعطيو له في الصيف كيعطيو له ياخر واحد الخلاص واحد الشهريه زايده باش يمشي بها للفاكونس. يعني احنا انا ما كنقولش ان في المغرب خصنا نوصلوا لهذا المستوى بواحد الطريقه يعني بختم سليمان، ولكن لو كنا كنخدموا عليه هذه العقود اللي دازت، لو كانت الدوله المغربيه كتخدم عليه هذه العقود اللي دازت ما كناش غنوصلوا احنا لهذا الشيء كامل وغنبقاو في هذا كنتروحوا في هذه الوضعيه اللي عايشين فيها احنا المغاربه. على اي تين هذا الدرس مهم جدا، وان عدم وجود الشغل بالنسبه للشباب راه ما واخا الحراك دابا مابقاش الواحد كيخرج للشارع الى اخره، ولكن راه غتجي حراكات الى ما تمش التعامل بياخر وشويه ديخر بالنسبه للمؤسسات الماليه شويه تنقص شويه من الجشع ديالها وسميتو ديك الشركات الكبرى. قلتوا هضرتوا على الجراحات وجا الحراك وطريقه ديال التعامل المخزن مع هذا الحراك ومعكم نيت هو زاد الجراح جرحا للأسف، لأنه حل ما كيفكرش في إيجاد حلول بقدر ما يفكرون في طريقة تعقيدها وتمديدها. صحيح صحيح. المسألة اللي الاستمرارية قلت أنه الحراك استمر لأن ذكرت مجموعة من الأسباب، ومن بين الأسباب وهذه ذكرتيها دابا ومن بين الأسباب أيضا هو الفهم الخاطئ للمسؤولين المتنفذين في الدوله واللي خذوا القرار انهم يدخلوا ضد حراك الريف، انهم فهموا الحراك بشكل خاطئ وعطلوا يعني واحد حاولوا ما امكن يصنفوه في واحد سميتو في واحد يعني يديروه في واحد الطرف يعني الاقصى التطرف، يقول لك انت خصك تنفصل. وحتى ذكروا حتى حنا بالنسبه ملي كنا في المحكمه وكل شيء كان كيشوف ديك الشيء كنت ذكر انتم خصكم تدخلوا الدبابه كاع، يعني خصنا ندخلوا الدبابه كاع رغم ان الحراك انه سلمي ديال الوصول للاعتقالات وكيفاش تعاملوا معكم الى غير ذلك. ولكن غنمشي عند الاستاذ المجاوي ومن بعد نرجع عندك نسولك شويه حول لجنه الاعلام اللي كنتوا فيها الى غير ذلك. الاستاذ المجاوي رفيقك الحبيب الحنودي تحدث عن الإبداع، عن أشكال إبداعية لاحظناها في الطنطنة، في الأكفان، في الزهور، في 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 في, في الشموع إلى غير ذلك. كيفاش جت هذه الأفكار؟ وخاصة أنه في حال الجماهير ساهمت فيها، الناس عاديين كانوا كيخرجوا
قال اكفان كلشي لبس ابيض، كان طنطانه كلشي كيدق في السطوح، كان بحال انه داك الشيء رجع بالفعل من اعماق الشعب ومن الشعب. وطبيعه الحال جيت نربط لك داك الشيء مع كيفاش ديك الساعات الدوله ما خلاتش تخلدوا الذكريات. كيف طبيعي من قبل كان تسمح بالندوات وكان تسمح بالمهرجانات وكان تسمح ماشي غير في الحسيمه وفي الناظور وصافي، في المغرب كامل. ذاك المره في وسط الحراك قررت تخلدوا الذكرى ديال رحيل مولاي محمد، ولكن تدخلت بعنف وشفنا داك الشيء عبر اللايف بطريقه بحال انه ما خصناش نذكروا الرموز ديالنا. وشنو صراحة يعني إكمالا حتى لما قاله الرفيق حبيب، يعني حراك هو اللي قرأ الفاتحة على الثقة في الوسطاء السياسيين. هذا الحراك هو اللي جا داك مسك الختام. دائما كنا كنناقشوا ودي الثقة ما كايناش في الأحزاب، ودي كذا، ودي مستوى الثقة في المغاربة شحال واصلة، فين واصلة، كذا إلى غير ذلك. ولكن مع حراك الريف قرينا الفاتحة نيشان على أنه صافي الثقة في هذه النوعية ديال الوسطاء السياسيين اللي عندنا راه منعدم. هذاك الشيء يعني عطى ذاك الزخم. ذاك الزخم ما جاش غير هكا، ذاك الزخم العديد. ربما الناس يقول لك لا، راه كاين استعمال الخطاب الديني، كاين استعمال، كاين اللاعب على الوتر الهوية، كاين اليسار، كاين هادي كل شيء. هاد الشيء هاد بشكل مجموع في وسط الحراك هو اللي غيعطي داك الزخم. ولكن أيضا يعني تقدرش هو أنه هاد الشعب، هاد النسق السياسي اللي عندنا احنا في البلاد، اللي هو واحد النسق مزيف، هاد الشعب صافي يطلعوا له في الراس ما كيتيقوش فيهم. اذا اعطيلو شي زعامات اخرى، شي كذا، انك ما رانيش مع هذا، ما راكش مع هذا، ما راكش مع هذا. راه ربما داك الشيء كيعطي ديك القوه وداك الحراك. وقالها كذلك الحبيب، يعني الدوله طالما انها ما مساتش الجذور ديال المشكله، الحراك الذي نبع بواحد الحديث ديال طحن محسن فكري الى غير ذلك، وكاع التطورات والتراكمات اللي جابها على مدى شهرين مثلا حتى يوصلوا شهر واحد الى غير ذلك، ذاك الحراك الدوله ما مشاتش تلامس الجانب التاريخي في الحراك، الجانب الهوياتي في الحراك. راه كنهضروا الشلحه، راه كنا كنهضروا بزاف على 58 59، على المقاومه، على 84، على هادي، على ان هذا التاريخ كاين تاريخ رسمي وكاين تاريخ ديالنا اللي كنهضروا فيه مع بعضياتنا. داكشي اللي غنقولوه انا وياك على 58 59 ما كاينش حتى في شي كتاب سيدي رسمي. داكشي اللي كنقلوه انا لبناتي لحدود الان لا علاقه له بداكشي اللي كيلقاوه في المدرسه. وهادشي راه كيطرح اشكال، يعني الدوله راه ما يمكنش تبنى على هكا كما كان، وخصهم يجيو يجي واحد الوقت سوا 10 سنين سوا 20 سوا 30 سنه يلمسوا هذا النوع ديال الاشكالات. ايه حنا مغرب التعدد التنوع، حنا سيدي نفتخر بهذا التعدد ديالنا، ولكن احترمني الخصوصيه التاريخيه تحترم، هذا التاريخ ديالي انا افتخر به. اذا هاد الحوايج لحدود الان ما تلامساتش، الاشكال اللغوي الهوياتي الى غير ذلك ما تلامساتش. إذا طالما ولكن هذا الإشكال، هذا المشكل موجود فقط عند السلطة، حتى النخب المغربية كتشوف لوك اللي كنهضروا على الهوية، على الذاكرة، على التاريخ كينزعجوا. انا في هذا الطرح وغنجي لك يعني الذكرى ديال مولاي محمد كذا. هذه في هذا الطرح انا كنقول واحد الحاجه. مثلا حتى الاحزاب السته المشكله، الائتلاف ديال الحكومي نهار اتهمتنا بانفصال الى غير ذلك، واخا اعتذرت فيما بعد، واخا جات الدوله في شخص يعني التقارير سواء شوقي بن يوب، سواء المجلس الوطني لحقوق الانسان، سواء حتى يعني مؤسسه القضاء، يعني المحاكم اللي دزنا فيها، اللي يعني ذاك التهمه ديال الانفصال اصبحت متجاوزه. ولكن في الواقع هل حقا هي متجاوزه؟ انا غنقول لك لا. مثلا نعطيك
نعطيك يعني بعض الامثله. كتلقى انه مثلا مجموعه من النخب ديالنا الدري فسيدي، الناس اللي هنا خدامين في الرباط ولا خدام في مراكش ولا في اكادير، لا علاقه له بالحراك. يبان هاد السنوات الرابعه يعني الاخيره لا علاقه له بالحراك ده، ولكن كيبقى راه ريفي كذا، الناس يعني الزملاء ديالو في العمل راه كيعرفوا ريفي كذا. وهادي كتلقى كينوض شي نهار في الصباح كتلقى الناس صاحبو صراد له ميساج في النشيد الوطني، وقعات لي ميساج وكيداولو هذا ريفي صرد لسعد الناشد الوطني وانت صاحبي في الخدمه وكذا، وكعارفني انه لا انا مقيم اسيدي في الرباط، ما عنديش علاقه بدا، ما عنديش هادي. النهار كتحس على انه يعني هاد الناس هاد العائلات ديالنا اللي قرابين لينا واللي كانت عندهم علاقه يعني مع هاد الملف يمشي يدوزوا مباريات وغتلقاو ما كيديوهمش. وكاينه حالات عديده انه بنادم كيكون ما لا الكفاءه الا غير ذلك، ولكن ما كيدوش لانه علاش؟ لا هذا كان في تنسيقيه عائله معتقل حراك الريف، لا كان في هادي، هادو راهم يعني ديك الثمن ديال الانفصال اصبحت ملازمه. ايوا الاحزاب انتم سيدي اعتذرتوا، ولكن شنو درتوا من اجلك باش تكفروا على على على, على, على ما اقترف في حقنا على هذا الدم؟ لانه حنا هاد التهمه لا زالت ملازمه لنا. ولكن استاذ راه قال لهم قولوا الانفصال، قالوا الانفصال، قال لهم اعتذروا اعتذروا. اييه ولكن حنا كنعيشوا التبعات، حنا تبعات ديال على انك انت نفقتي في هاد التهمه، واخا تجي في الاخر وماشي غير هما. يعني هاد الاتهام راه كان من شهر نوفمبر مع بدايه الشراره الاولى في الحراك، اللي غيخرج غيقول لك اسيدي راد محب يثيرون الفتان، غتخرج كدا قبل ذكرى الاربعينيه وستتلوها فيما بعد، وغتجي صحف كدير لك الافتتاحيات او دي التمويل الخارجي الاجندات برا معاديه الوحده الترابيه الى غير ذلك. واش هاد الشيء راه امتد على مدى ديال 7 شهور ديال الحراك ومشى هكاك، وكانت يعني التتمه ديالو بداك الشكل ديال البلاغ ديال الاحزاب السياسيه. ولكن تنقول لك يعني الى حدود اللحظه راه مازال ما نتهم به، لا زال يشتبه في انتمائنا لهذا الوطن بهذه اللغه، لا زلنا لحدود اللحظه يشتبه هذا الانتماء ديالنا لهذا الوطن، راه مشتبه فيه وغنعيشوا. علاش؟ لانهم بغاو يعني هذا الوضع يتمدد بهذا الشكل. هناك اللي عندهم مصلحة باش الوضع يبقى هنا ويستفد منه. وحنا كنقولوا على ان المنطقة سيدي برمتها كتعيش هي التبعات. راه حنا انا اقولها مرارا وربما حتى الرفيق ديالي الحبيب كيتوافق معايا، هذه دي المعاناة ديالنا اللي حنا اللي درنا في الحبس. حنا في الحبس كما كنقولوا بالشلعة شنو يا خامنا يا خامنا، كنوضو في الصباح لقينا شي فرماجه ناقصه ولا لقينا هادي ولا المهم راه حنا تما، ولكن عارفين بلي غنباتو تما ما اقصى كاع نبات في الكاش، ولكن المهم راه نبات الكاش ولا الزنزانه، المهم راه غنبات تما شنو غندير كاع. ولكن اللي العائله ديالنا اللي على برا هادوك عانوا، والمنطقة برمتها يعني هادو عائلتنا عانوا، لأنه احنا بنادم غير باش يبقى يمشي للزيارات إلى غير ذلك، واللي عنده الدراري صغار كذا. ولكن المنطقة على امتداد 4 سنوات راه كلشي كان كيعاني في الشارع، البوليس يتبعك فين ما مشيتي، مشيت للكورنيش يتبعك يشدك يفتشك على والو، يعني حالة استنفار أمني على مدار هاد 4 سنين منذ يعني بدء الاعتقالات إلى حدود الآن 3 سنين ونص دابا، يعني عاشتها هذه المنطقة، هذه هي المعاناة الحقيقية. كريز تطبيق الحرفي لضاع العسكر الذي ناديتم بإلغائه. الواقع جاوب معاكس لذلك. غنجي لك فقط بعجلة يعني حتى الذكرى ديال تقليدنا الذكرى مولاي محمد حسين فيفري في 2017، رغم انه المنعطف في الحقيقه كان ذاك الهجوم على الاعتصام ديال لو 14 جونفي وقيل 14 يناير اللي كان هنا في اللي كان في ساحه الشهداء. ستة هي وغيجي ديال 5 فبراير، ولكن ديال 5 فبراير يعني ما الدولة قشرت عن أنيابها. لماذا؟ واش لأنهم ما بغاوش يتكرس سيدي حتى التقليد
واش ولينا يعني تمنع علينا حتى على اننا كمغاربه سيدي نكرسوا واحد التقليد اللي هو انه واحد زعيم تاريخي تعترف له الدنيا يعني بما ركمه في هذا المجال، ماشي غير كنفتخروا فيما كنفتخروا به حنايا يعني من ابناء الريف او بنات الريف يعني اللي هو مولاي محمد، ولكن الدنيا كلها تعترف له وعلى اننا نخلدوا سيدي الذكرى ديال الوفاه ديالو. انا كنقول كشرط على الانياب ديالها، لانه ذاك النهار منذ العاشرة صباحا منع في الشارع نتاع عندك الشكل حتى الثلاثة د العشية، وقف الطاكسيات، ممنوع يجيو من مزورن، ممنوع يجيو من الناظور، ممنوع ممنوع تحرك في وسط المدينة مع العاشرة الصباح، كيطلب لك لي كارت في وسط الشارع الرئيسي في مدينة الحسيمة. النهار كنا هابطين مثلا هابطين حتى الكارابونيتو وخرجنا الجروب مع ناصر، ذا كانت الوحدة وقسمين هكا، خرج بنادم عنده ملفات اللي فيهم ملف مطلوبية المسودة الأولى كذا في الدينا إلى غير ذلك، ماشي بنادم عادي يمارس واحد الحق ديالو. وكتمنع داك الشكل يعني قبل سيدي ما تعطى حتى قانونيا، ما نجي نقول لك عندي هاد التجمع مع ثلاثة، اجي عندي مع ثلاثة وقول لي يا سيدي ممنوع وتدخل وكذا وهادي وغناقش. ولكن دابا انت الأولى كانت أكثر سباقا لحد من الحق تنقل واحد الشكل كبير، بحال ما بحال ماشي من حقنا نتنقلوا داخل لا الإقليم أو بينك وهاد ولاد المغرب يجي لي من الناظور ولا يجي من تطوان، ما من حق حتى شي واحد اجي نمشي نتسارى نبقى ساعة في الحسيمة، نمشي نشرب قهوة في الحسيمة وما سوق حتى شي واحد. ولكن كان داك التقييد الصارم اللي كنقول من والى مدينة الحسيمة تنخلط عنه الأحداث ديال بوكيطة، اللي رغم أنه حنا كلنا النشطاء ديال الانحراف دائما نؤكد ونلح أنه السلمية ديال الانحراف. وداك الفيديو ديال داك النهار ناصر كنا كنقولوا حتى إلا كيضربوكم عطيو لهم بالدار، بنادم يهرب. كاينة كاين أستاذ، غندوز عند الأستاذ الحبيب ومن بعد نرجع عندك السي المجاوي. فقط بالنسبة بزاف الإخوان كيقولوا علاش كنهضروا بالعربية، بطبيعة الحال هو ماشي ما كنفضلوش اللغة على اللغة بقدر ما أنه هناك العديد من اللايفات بالريفية، احنا كان هذا خيار أنا بالنسبة لي كندير اللايفات بالعربية لأنه عارف خصنا نوريو ولا نقولوا لبعض الإخوان ديال المغاربة كيفاش كنفكروا، أو لا نقول لهم راكم على خطأ. بزاف ديال الإخوان المغاربة بما فيهم النخب إن كان عندهم نظرة خاطئة على حراك الريف، وخصنا نبينوا على أنه كانوا على خطأ، وأن الأصح أنه نحن لا نطالب إلا بعدالة اجتماعية وكرامة وعدل وحقوق وتنمية لهذه المنطقة المهمشة عمدا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. كما أنه باش بالنسبة للأسئلة على المعتقلين، المعتقلين نؤكد على ضرورة إطلاق سراحهم جميعا، وأنه عندنا النقطة ما بعد طبيعة الحال هذه النقطة ديال الحراك، كاين نقطة ديال الاعتقال وكاين نقطة ديال الأفاق، والإخوان غيعبروا بطبيعة الحال على آرائهم كيفاش يشوفوا الأفاق لهذا الحراك. سي الحبيب، كنتم في لجنة ديال الإعلام والتواصل ديال الحراك، كيفاش عشتوا في داخل هذه اللجنة وكيفاش اشتغلت وشنو كان الدور ديالها؟ لأن الإعلام كما كيقولوا السلطة عنده واحد السلطة رابعة الآن، كيفاش كان كتوصل المواقف والآراء ديال الحراك عبر لجنة الإعلام؟ بطبيعة الحال كان العديد من المواقف والآراء كان كتصرف مباشرة عبر ناصر الزفزافي في اللايفات ديالو، ولكن كان عمل ثاني اللي كان ديال لجنة الإعلام، واش ممكن تحدثوا لنا شوية لأن ما عليهاش الهضرة بزاف على هذه لجنة الإعلام؟ بالإضافة إلى بغيتوا تضيفوا هذا الشيء الأخ اللي قال المجاوي مرحبا، فيما يخص تقليد الذكرى، فيما يخص هذا ديال أشكال إبداعية اللي قلتي، وسط الأكفان، الورود، الشموع إلى غير ذلك، تفضلوا أستاذ، تفضلوا لكم الكلمة. بالنسبة يعني هذه المسألة اللجان كانت يعني تم استنطاقنا عليها في تسمى أثناء الاستنطاق في الفرقة الوطنية، وكانت أيضا يعني أسئلة ديخور يعني المحكمة تقول لك المسألة اللجان. احنا كما قلنا ان يعني
في الوقت اللي كنهضروا على اللجنه، اللجنه الاعلام يعني ممكن كان فيها واحد يعني خمسه د الاشخاص، ولكن يعني ما يعني ما خصناش نشوفوا عندها كأنها يعني واحد الشكل التنظيمي اللي كيخدم بواحد الطريقه يعني فيها تسمى كما نقولوا واحد الطريقه التنظيميه، واحد الطريقه اللي تسمى تناغم في اخر، رغم انه التناغم بين الافراد هذه اللجنه هذه كان على مستوى الواقع، الا انه كان كل فرد كان كيقوم بالواجب ديالو الاعلامي. كاين لي صحفي كان كيقوم بالواجب ديالو الصحفي، كينقل الصوره، كان لي كيلعب دور تعبوي كيقوم بالدور ديالو التعبوي عبر وسائل التواصل، وكان طبعا يعني العنصر الرئيسي في هذه اللجنه هو ناصر الزوزافي، وحتى يعني الموقع يعني د اللجنه او د الحراك كان دار باسم ناصر الزوزافي. يعني ملي كنهضروا على هاد اللجنه ما خصناش نشوفوا عندها انها كانت جسم منظم تنظيم كما كاين اللجان، ربما انها ما كتجتمعش، كاع الافراد ديالها معروفين ولكن اصلا ما كتجتمعش، ما كديرش اجتماعات وما كتخططش وما كت ياخر، يعني ان العمل كان كيمشي بواحد الطريقه تناسقيه وتلقائيه نظرا للوحدات التصور اللي كان يعني تجاه سير الحراك في ديك المنطقه في ديك المرحله. على اي هذا الشيء اللي نقدر نقول ان على 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 اللجنه التنظيميه، ورغم ذلك ان اللجنه التنظيميه الانسان الانتماء ديالو للجنه التنظيميه على الاقل الدور اللي لعبته هذا الانسان كيحس بلي انه منتمي للجنه التنظيميه، انه الانسان كان كيحس بواحد المسؤوليه انه خصو يدير شي حاجه، العضو داخل في هذه اللجنه هذا كان خصو يدير شي حاجه، ولكن انها ما كانش عندها اجتماعات منتظمه وهذه يعني باش 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 تكون الامور واضحه في هذا في هذا في هذا السياق. وبالنسبه لسميتو المواضيع الاخرى اللي تطرق، كنظن ان الاخ المجاوي عطى ليها ما يكفي من سميتو، وهذا اللي كان. اوكي، اذا نمروا لمرحله الاعتقال الوقيلة ما بعد هاد الابداعات، هاد التظاهرات الجماهيريه الكبرى والنزول الى العديد من المناطق بما فيها الناظور، وكذلك شمالا في ترقيست، بن وفراح، يساقن الى غير ذلك، وكاد الحراك ان يصل الى كل مدن الشمال، وحتى في البدايه كان بدا في المغرب كامل ومن بعد تراجع والبلطاجيه نزلت في تطوان وطنجه. واش كنتو كتحسوا بانه الاعتقال المجي في الوقت اللي كنتو طبيعة الحال كتشاركوا كتنظموا كتاثروا كتناقشوا، واش كنتو حاسين بان الاعتقال يدنو يقترب منكم، او لا كتقولوا انه الدوله يمكن تنزل شي مره لطاوله الحوار وتفاهم معكم، وخاصه ان مطالب الحراك كانت بسيطه جدا وكانت معقوله، ونورمالمون الدوله اللي كتحترم راسها تحققها بلا هاد الغوات وبلا هاد الصداع بلا هاد المظاهرات وبلا هاد الاعتقالات وهذه، ولكن الدوله التي لا تحترم نفسها طلب ديال الجامعه والمستشفى ترى فيه او لا تعاقب هذا من يطالب بذلك ب 20 سنه سجنا، هذا فظاع. تفضل اخي المجاوي، واش كنتي كتعتقد الاعتقال وكيف جاء الاعتقال ديالك؟ انتم استاذ كنتي في يسجن، اعتقد كتقريو في يسجن كتمنى واحد الكتمان، وجاو وهزوكم وطلعوكم في الطياره وصلوكم لكازا. صراحه يعني هي تجربة الاعتقال، انا كنقولها هي تجربة
أضافت إلي واحد تراكم سيان، هي محنة طبيعة الحال، ولكن الجوانب الأخرى النفسية أحيانا كنقول أنه أنا بشي حال كنقول مش عاضر ذا نفسي فين، ومن دال على الحراك إنك يجيني حبيب وزمي بقي مع اللامج إذا ما عاضر ذا نفسي فين وانخرطه بفعالي مع مرور الأيام والشهور وما تمركمته والزخم وديجن الفطران اللي ممكن تسمى ديجن الفطران الغليان غليان بشكل كبير، وغنجيل كنقول لك يعني وصلت لواحد المستوى اللي قلت لك قبيلة على أن كان الجميع يراهن على أنه ممكن يجيب ما هو إيجابي بالحيرة. قلت لك قبيلة أنه حتى الناس يعني بعلاقتنا الاجتماعية حتى الناس اللي كانوا علنا كينتقد مجموعة من الحوايج اللي كتوقع في الحراك يعتبرها أخطاء إلى غير ذلك، ولكن تمر عليه بعض اللحظات وكتلقاه كيتماشى وكيراهن في ذاته أمام يعني مع راسه كيراهن على ذاك الحراك على أنه غيحقق له شي حوايج اللي هي إيجابية من الدولة طبيعة الحال. على ذكر الأخطاء وهذه سي البجاوي ناري خرجوا الرفاق ديالنا اللي بقوا في السجن، غنستدعيكم ديروا شي حلقة ونهضروا على الأخطاء، ما عندناش مشكل. راهنوا الإشارة الرفيق ديالي سعيد، وأنا كنقولها دائما هذه ماشي يعني ملي كنقول الأخطاء يعني ماشي من منطلق حتى ديال التقييم، أنا كنقولها وكنأكد عليها أنه التقييم ديال هذه التجربة هو مهم ومهم جدا، ولكن ما يمكن ليش أنا شخصيا يعني ساهمت تجربة وساهم فيها حبيب، ولكن بمعية مجموعة من الرفاق ديالنا اللي مازال ما كاينين في السجن، يعني ما يمكنش التقييم ديالك يكون عنده تحس بديك الجدوى من أنك تقيم حتى يكونوا خارجين على برا كل شيء. ولكن بين قوسين إيه، من يمارس يخطئ، إحنا راه ماشي إحنا راه كسائر البشر كسائر النشطاء مناضلين، تفرض علينا في فترات ما حتى في الحراك على أننا ناخد قرار ونقدر الأمور كده في ظروف دقيقة في جوج دقائق ثلاثة دقائق وخصك تكون فكرتي في شي حاجة مارسنا، علاش ما غنخطئوش؟ بطبيعة الحال سنخطئ وكنقولوها مع نفوسنا وعارفين يعني حتى مكامل كل واحد عنده وجهة نظر في مكامل الخطأ فين في 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 خطأنا، ولكن الإيجابي يفوق كاع هادشي. وفي ديك الفترة يعني قلت مع داك الزخم مع داك الغليان الواسع واللي غنعبروا عليه في داك الطوفان الشعبي ديال مسيرة الاستثناء الانفصاليين، يعني كان واحد الطوفان حقيقي، الدولة كان من الضروري على أنها تلتجأ الأسلوب ديالها المعهود. النظام عنده واحد ضريبة موت ولا الحبس، يعني دولة على مدار 60 على مدار ديال 60 عام استعملتها، نجحات فيها أو ما نجحاتش أو كذا إلى غير ذلك، ولكن اضطرت على أنها استعملها مع حراك. وشخصيا أنا تقريبا من شهر 4 كنت كنتسنى على أنه في أي ليلة غيجي وفي نهار، وكنت كنقولها لبعض الرفاق يعني كم من مرة الرفيق ديالي محمد الحاكي مثلا اللي كنتمنى الصحة والعافية للوالدة ديالو، وكنتمنى ليه بطبيعة الحال أن يعانق الحرية يعني في القريب العاجل، لأننا توحشنا وتوحشنا حتى الضحكات ديالو معنا. كنت كنقول له دير هادشي راه بان عبد الحكي كان كيداعب وكيفرحكم باش تجوزوا محنة الحبس، كلشي اللي كيدوز كيقول لك الحكي كان مرح. الحكي بطبيعة الحال منذ يعني من أنا من نهار دخل على الفرقة الوطنية قبلوه جابوا عندي الشومبرا في لاكر، ندوزنا المرحلة الفرقة الوطنية أنا وياه وربيع الأبلاق وبلال الهباط، وبقت العلاقة يعني بقت هكاك. أنا شخصيا يعني عندي بيه علاقة يعني من قبل ولا بالعائلة ديالو ولا تجربة 20 فبراير إلى غير ذلك، ولكن يتميز بهذا المراح يتميز بهذا يعني يخلق شوية الجو ديال النشاط
خاصة يعني راه منين كنقولوا هذا الشيء كن يعني راه تصور في إطار راك في ملف فيه 49 الناس وكتسارى في الكل وعندك 14 ملف ديال الإعدام. 14 ملف أنت كدور في كنت الكل. كتوقع الإعدام يا مجاوب؟ شوف احنا فهمنا هذه الدولة تتوقع الكل. أي حاجة توقعها، احنا كنا كنعرفوا على أن الملف ديالنا فيه مد وجزر. مرة تصب راسك على انك ممكن في ظرف شهر غادي يتطوى هذا الملف وربما غادي يوقع انفراج وكذا، ولكن مرات اخرى اللي كانت كتبان لك غير الكحوليه. ولكن كيف ما كان راه الى حدود النطق بالحكم الابتدائي راه بنادم كان كيدور في الكور كيتسارى الرفاق ديالو، وانت عندك 14 ملف كيدي الاعدام ديريكت. خلينا من ملفات اخرى ديال الفقره الثانيه من الفصل 201 من 5 سنين ل 20 كذا، غير 14 ملف. وحنا بعد هذا الكبار في السن كيفاش داك الشيء خايب الجو؟ طيب حنا عارفين شنو الواقع، كيفاش تبعوا داك التوام ديال الاعدام؟ بحال هذا بحال واحد العيواره كانت كتقال بحال اللي كانوا كيديو التهم بالبالا وكيرميو علينا. زيد عمر زيد عمر، يعني علاش؟ لانه بنادم النهار تشديت دابا راه حنا الجروب الاول غنوصلوا للفرقه الوطنيه، يعني هما عندهم واحد السيناريو، يعني واحد الفكره اساسيه، وخص السيناريوهات الاخرى تبنى على ضوء هذه الفكره، على ان هذه مجموعه اجراميه ركبت على حادث محسن فكري بمخطط اجرامي يستهدف فصل الريف عن الوطن. كانت هذه هي الفكره الرئيسيه، اننا شبكه اجراميه يعني راقبال محسن فكري. منين جابوها؟ منين جابوها؟ جابوها من لا شيء، من العدم. ولكن هذه هي الفكره، وخص كلشي السيناريوهات ديال يعني المحاضر ديال المعتقلين تماشى وفق هذه الفكره الرئيسيه. كل واحد باش هذا لا هذا التمويل الخارجي هذا كذا هذا لا جنايه دير هذا هذه المهم كلشي تماشى امام هذه الفكره. كانت هذه من بعد غير تعتقل ناصر الاثنين، كانت كتبان في الفرقه الوطنيه ذاك الرغبه ديال الانتقام الشديده من ناصر الزبزير كشخص كفاعل في وسط هذه الحيره، لان كانت كتبان في النظرات ديالهم الى غير ذلك. يعني بعد ديك العباره ديال غرق يما ناصر الزبزافي كانت كتعطي للجميع، قلت واش ما عارفينش راه مليار راه مليار و600 راه كذا، والله انت ما عارف والله الا ما غرقت يما. يعني قال ربع الابلاق النهار اللي جابوه زغردو يعني واحد رجعوا نسات تما رجعات صغارات بنادم جا راه تشد ناصر، لانه حنا في ديك الاونه ما نصبروش شي حاجه غير منين غيساليو معاهم يهبطوا لنا الحاكي، غنعرفوا بلي صافي راه تشد هو وتشد كذا ناصر ومعاهم اللي معاهم احمد الزطاط وكذا. يعني كنقول لك على انه كانت تما كتلمس ديك الرغبة، ماشي ديال تحقيق العدالة، لا الرغبة ديال الانتقام من هاد الشخص، ماشي ديال تحقيق العدالة بالبت والمطلق. إذا يعني كنا نتنبأ بلي أن الاعتقال جاي، نتنبأ بأن الاعتقال جاي. دكتور مشهر عارفين في السياق كذا التصريحات ديال يعقوبي وكذا، يعني النقطة التي ستفيض الكأس هي ديال التصريح ديال الأغلبية الحكومية كذا إلى غير ذلك، يعني راه عارفين بلي الاعتقال جاي. ولكن بيناتنا زعما الرفيق ديالي كنا كنقولوا أن ضريبة النضال هي الاعتقال، ولكن كنقولوا على أنه ممكن تعطى شهر تعطى شهرين تعطى عامين تعطى 3 سنين، ولكن ماشي قرون من الزمان على هذا. يعني انا في بالي وجابت لي واحد الوقيته وكنهضر مع ناصر كذا، بقيت كنا في كراهونيطه في المحطه، وقلت له انا شهرين باش يديها شي واحد فيكم غيبقى فيا الحال، شهرين ديال الحبس وغيبقى فيا الحال، لانه منذ من الاول كنا كنقولوا حنا ما باغيينش الماساه يعني في المنطقه، لا باغيين نمشيو بالمنطقه لقدام، ماشي باغيين نتجو ماسي، ماشي نبقاو يعني في التاريخ غيتذكر هذا الحراك الريف كلشي هذه المعاناه اللي عانتها يعني ديال المنطقه وهذه الماساه اللي تشهد اللي كذا اللي هذه يعني تماما. هذا اللي كان في السلم الجوي دائما، حتى قلت لك في الحلقه السابقه مع الاخوه الاخرين،
انا كانت الامنيه ديالي واخا يتحقق 51% من ذاك الملف المطلبي وما يتعتقل حتى شي واحد، هذاك هو نصر. نصر كيكون نصر كبير لان الانسان كيراكم على التجربه، ولكن الان وقع ما وقع وتعتقل ما يقارب 1000 شاب وشابه. كاين اللي الناس اللي ما دارت والو كاع، كاين الناس اللي خرجت في المظاهرات، وكانت كارثه للريف وكارثه للمستقبل. مستقبل ماشي الريف وصافي، مستقبل المغرب كامل، لان كلشي تعطل الان، كلشي فقد الثقه في ذاك النظام من الف واحد تادية. سي مجاوي، كيفاش اعتقلوك انت؟ انا اعتقلوني جاو، انا كنت كنقري في واحد على ما شي حاجه 25 كيلومتر على ثلاثه كامله، وفي الوحشيه دوار مسمي الوحشيه 25 كيلومتر على برا ديال ثلاثه كامله. انا ديك الليله بعد اصلا تنبأت على انهم جايين، انهم غايجيو. كنقري في واحد مؤسسه في المدرسه ديال الابتدائي، معايا واحد الاستاذ ولد الدار البيضاء، واحد الشاب الصغير كيكون معايا يعني في السكن الوظيفي. عيطت له قلت له انا غادي نمشي نبات في واحد الدار اخرى مع شي اساتذه من ولاد الحسيمه، في واحد يعني شي 5 كيلومتر 7 كيلومتر على المدرسه فين كنقري انا. قلت له الا جاو؟ قال له ما السيده فين راه؟ احيانا يعني كنت كنمشي كنقص معاهم دراري صحابي، كنبقى معاهم ما الى غير ذلك، ولكن انا قلتها له لذاك الدري، قلت له شوف انا باغي نتصدى الضربه الاولى يعني بلا ما يفاجئونا، عاد زيد كهرس الباب وجيت مشيت لتما. اول نهار ديال رمضان عاد نوصل حتى للسحور، مشينا نعسو كذا وهادي، ولكن يعني كنقول غادي يجيو هاد الليله غادي يجيو. هذيك 6:15 الصباح لقيتهم كيهرسوا الباب، انا مع ايه مع الدار، كانت الدار دوك الدار لي بري فابريكي، دوك المدارس القدام السكنه هكاك دايره السفلي، شي واحد كينقز من نص رجل. المهم داروا لي المينوت في وسط يعني في الكامه ديريكتوم، يعني في الكامه صافي المينوت، داز التليفون هز ما قال لك علاش كنشدوك، ما قال لك ها سيدي ها الوكيل العام، قالوا لك شي حتى انت وقفت شي فقيه شي امام شي جامع قريب من هكاك. ولكن هذا هو السيناريو اللي روجوا عند المغاربه، انه بنادم راه زي نصر الزافي دخل الجامع وقف الفقيه، هذا هو اللي هذا الفرق. اي تم التفتيش مثلا تهزوا ديويس بي اللي كانوا فيهم الجدادات غير ديال الدروس ديال دوك المعلمين اللي كانوا ساكنين تما، مساكن بنادم هز كان قلت له مالها اللي عندي التليفون ديال ايه وعارفين فينا هو السكن ديالي الوظيفي. خرجنا من تما بداك الشكل اللي نشط على برا، كانت واحد العدد هائل بلي ماسكارا بالملتمين، الى درجه ان التلامذ الصغار اللي جاو كانوا كيجيو في الصباح كذا في الطريق، ملي شافوا دوك الطوموبيلات كانوا كلشي كيغوت داعش داعش داعش. لان داك لان داك المنظر كانوا كيشوفوه الدراري غير في التلفازه نهار كيديروا شي عمليه ديال الارهاب، محاربه الارهاب، نفس الشيء راه دارك بالعشرات والفرقة الوطنية فاقت 50 واحد. عارفينك بوحدك وعارفينك المجاوي مسكين المسافر، وانا قلتها له نحيل وقلتها له وجو الفرق الإرهاب. طاف يعني اولا هكا هاد الخرق بهذا الشكل غنوصل لهنا للحسيمه، ما دوزتش بزاف هنا في الحسيمه، تقريبا شي ساعه الا ربع اللي دوزت في المقر ديال الامن الاقليمي في الحسيمه، غنمشيو في الطياره تما غتبدا المحنه ديال مراتي، يعني محنه ديال المراه انه تسمح لي مرات قبل ما تهضر عليها في الطياره، هضرتي على الطياره جابوا لكم شي استاذ تما سميتو عصعص كيصوركم، كيفاش القصه هذه؟ عاودتيها في المحكمه هذاك كان في المطار، ماشي طلع علينا بزاف، ماشي ماشي طلع حتى معنا شي واحد في الطياره ولا كذا ولا غير ذلك، حتى واحد اللي كان في المطار منين دخلنا شخصيا انا شفتو 17 في ادريس، راه كان بمثابه ثكنه هاد العسكر، ماشي يعني ما كتشوف شي واحد سيفيل. تصوروا ما اللي داروهم، تصور البوليس اللي صورونا لا الباب ولا منين دخلنا منين سطفونا في الطياره، بداو كيصوروا كل واحد فينا التواجد ديالو، واش في الصحافه، واش كان على برا، واش وصل الخبر، واش كذا. المهم انا ما عنديش يعني صراحه ما كنحقد على حتى شي واحد، ولكن فكرت في صريح العبارة.
ذكرتي في المحكمة. طبيعة الحال طبيعة الحال يعني يعني كنقول لك المهم التواجد ديالو ولا عدم التواجد ديالو، ولكن المهم هو البوليس الامن شنو كان كيدير معنا وكيتعامل معنا. يعني داك الاول يوم كتوصل مشيتي في الطياره ما عارف فين ماشي نهائيا، نهار وصلنا وتحطينا في المطار ديال بن سليمان. المطار بن سليمان كان قاعده حربيه في ديك الوقيته، ما عرفناش طلعوا عاود في الطوموبيلات ماشي للدار البيضاء، وحنا حتى في الطياره كانت كدوز الهمسات الدراري. واش كنشوف البحر ودي واش الصحراء. بنادم كانوا كلشي جالو في الدماغ ديالو انه غيلوحونا في احياء هذاك البحر. جات التجربه ديال امريكا اللاتينيه ديال الارجنتين الى غير ذلك. شي واحد كتسمع لا راه الصحراء كتقول هادو فين 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 غيديونا. المهم تحطينا بن سليمان، من بعد مشينا حتى دخلنا في الدار البيضاء. في ذاك بعد الطوموبيله فين مشيت انا عاد سقيت واحد البوليسي قال لي حتى وصلنا الدار البيضاء، قال لي وهني عليكم راكم في الدار البيضاء. انا عرف بعدا بلي انه حنايا في الدار البيضاء، ومن بعد غيدخلونا للفرقه الوطنيه. يعني واحد التعامل ذاك النهار يعني راه كان مازال استثنائي. ذاك القسوحيه السبان الضراب وقف ذاك التعذيب النفساني زعما بواحد الشكل ورمضان، وغيبداو معاك سلسله ديال التحقيقات اللي كتمتد بعض الخطرات ل 16 سوايع في النهار. يعني صراحه انا كنقولها وكنا مع الحاكي بعض الخطرات كنا كنضحكوا. يعني واخا في الفرقه الوطنيه ملي كتجي ديك 9 ونص الصباح وكيجيو كيعيط المشجع محمد ديالي يعني غتبدا عاود السلسله ديال التحقيق من تما حتى المغرب. يعني كنقول له علاش ما يعيطوش على سميتك بعد امه. يعني بنادم كيكره ديك سميتو، سميتك كتكرهها تماما، كتقول يعيطوا على صاحبي، يعيطوا على شي واحد اخر ما يعيطوش عليا. كتبدا من ديك 9 ونص يعني الى حدود المغرب كتمشي كاين للمغرب. شي تعذيب ولا ما كاينش؟ التعذيب كاين دائما، التعذيب ماشي يعني مورس التعذيب على مجموعة من المعتقلين. أنا كنقول لك التعذيب الجسدي ما تعرضتش ليه، النفسي بطبيعة الحال كل شيء تعرض للتعذيبات يعني النفسية بالسبان بالكلام يعني اللي يندى له الجبين باش نقولوا بيناتنا يعني بالتهديدات إلى غير ذلك. إيه ولكن الجاوية قلتي في المحكمة هدوا لك هدوا باغتصاب بناتك وكذا وهادي. إيه قالت هكا بعد العبارة. يعني أنا غنغتصب بناتك عاد ندوزو لمراتك. يعني بهذا الشكل. هذو وكان من رجال أمن هذا ياك؟ أي هادو من الرجال ديال الفرقة الوطنية اللي كانت ديك أنه ذاك التهديد. المهم هذا ناصر الزفزافي خصو يتغرق. يعني ذاك النهار الاثنين كانت عندهم جو وقطعوا لي واحد المحضر كاع ديال 3 ايام ديال التحقيق، قطعوه كامل مع كان جابت فيه 20 فبراير في هادي في هادي، قطعوه كامل ذاك الرئيس. قال لهم ماشي هذا الشيء اللي باغيين هما. ذاك النهار كانوا باغيين، المهم كانت اعينهم كل شيء مركزه لنا وناصر الزبدافي باغيين ينتقموا به. ماشي نقول لك ما باغيينش يحقوا العداله، الا بحال شي انتقام يعني شخصي اسيدي مع هذا السيد، وخصنا ندبروا كي غادي نغرقوه. يعني بهذا الشكل. كاينين رفاق اخرين معتقلين اللي كنا كنسمعوا حتى الغوا ديالهم اللي ضربوا، سواء محمود بوهنوش سواء بلال سواء زكريا لاشور، دراري دي مزورن. يعني العديد منهم زعما راه كلاو الدق سورتو السبت الحد الاثنين. انه من بعد شفنا نسبيا بدات كتغير شويه حتى موازين القوى حتى على برا. يعني منطقة ديال الريف خرجت للشارع برمتها. يعني الرفاق العائلة ديالنا المناضلين النشطاء بالخارج دياسبورا يعني كنقولوا لها من هنا يعني شابو. كانت في مستوى اللحظة ديك الوقيته كان قيش دابا التراكم الى حدود الان كي كنشوفوا انا اما هو شي حاجه من هذا القبيل، ولكن في ديك اللحظه صراحه يعني عبرنا على اننا عائله واحده، وعلى اننا يعني نهار كيكون شي واحد منا حاسين على انه كيتمارس عليه الظلم اننا يمكن ان نصطف في صف واحد ونكونوا صوت واحد. وحبذا لو استمر العمل بداك الشكل لانه هي فرصه تاريخيه
صراحة سواء بالنسبة لكم الرفيق سعيد يعني على مستوى الدياسبورا والنشطاء ديال الحراك اللي ساهموا بهذه الإيجابية واللي أنا كنحييهم، كنقول على أنه كانت فرصة تاريخية للبناء الذاتي. التمثيل يعني هذا التضامن اللي احنا كنعبروا عليه مناسباتيا وكيكون بواحد الزخم قوي وقوي جدا، علاش ما يستخدمش؟ علاش ما تكونش الاستدامة حتى في التضامنات اللي بيناتنا؟ علاش ننقلبوا من التضامن بواحد الزخم قوي لأنني نخون وأنني نسب في الرفيق ديالي وأنني نشكك في النوايا ديال واحد منا إلى غير ذلك؟ علاش كنقلبوا بهذه السرعة؟ بالعكس كان خص هي فرصة يمكن أن أشير هذه النقطة من بعد السي المجاوي. قبيلة قطعتك، كنت غتهضر على المعاناة العائلة ديالك باش ما نحرمش على الزوجة ديالك. لا يعني هذه في ذاك الجانب غير باختصار هالكلمة دوز الحبيب ونرجع بها. تفضل. يعني بخصار يعني باختصار في هذه النقطة أنا كنقولها، المعاناة مثلا ديال الزواجات ديالنا العائلات ديالنا، أنا كنقولها فقط مثلا غير في إعلامها من الفرقة الوطنية، أنا الزوجة ديالي لم تشعر إلا صبيحة يوم الأربعاء. أول اتصال غيجي ليها كنا صافي كنمدد الفترة ديال الحراسة النظرية ديال 96 ساعة. عاد قالوا لي مع الوحدة الليل قالوا لي اتصلنا بالزوجة ديالك وكانت كتصبح يوم الأربع وخبرناها على أنك أنت في الدار البيضاء. ما الزوجة بعدكم ديالي بيا ما بعدكم شحال هذه الايام كوميان جو؟ كانت السبت دوزته في الفرقة الوطنية، الحد في الفرقة الوطنية، الاثنين في الفرقة الوطنية، الثلاث في الفرقة الوطنية، شنو كيقول يعني القانون؟ والقانون كيقول لك على أن تشعر سيدي العائلة بمجرد وضع الأصفاد على هذا السيد. اذا انت كنت مختطف. أنا كنقولها فترة اختفاء قصري، فترة اختفاء قصري، لأنه المرأة كتمشي عند الكوميسارية كيقولوا لها سيري ديري المحامي قلبي على راجلك فين راه. مشات من بعد 3 ايام، مشات الاثنين للدرك الملكي الوحيدين اللي قالوا لها راه يمكن راه داوه للرباط. يعني حتى من بعد غدوز 4 ايام، هذه راه كتسمى في القانون فتره ديال الاختفاء القصري. يعني هذه المعاناه صراحه اللي هي انا كنقول الدوله اختطفت مناضلين، ولكن راه خلقت مناضلات ومناضلات ومناضلات اللي راكموا واحد الرصيد، واحد التجربة لا يستهان بها. والكلمة للرفيق ديالي حبيب السي اوكي غنرجع عندك بعد. كاين مسألة المحاكمة نوقف عندها شوية ومن بعد الآفاق، لأنه ضروري عندنا اليوم مادام جوج بكم صافي عندنا شوية الوقت. خالد الحبيب، أنت طبيعة الحال واش كنت تتوقع أنك تعتقل، وكيف جاء الاعتقال ديالك؟ أنا عارف فين شدوك بطبيعة الحال في طنجة وهذه، وكيفاش نقلوك، وطبيعة كيفاش تعاملوا معك، وكيفاش دازت المحنة الاعتقال. تفضل أستاذ. بالطبع ان الواحد اللي كان كيشارك في الحراك بالطريقه اللي مشى بها الحراك، يعني النضالات دي اخر الحراك، طبعا الانسان كان كيتوقع الاعتقالات، وكان ديك الشيء بشكل مبكر كما قال شار ليها ياخر تسمى النهار اللي جات البلديه ودارت يعني الخيمات ياخر الصناعه التقليديه في ياخر في يناير، في بدايه يناير 4 ولا 6 يناير ما كنتذكرش مزيان. هذيك ديك الليله هذيك يعني المساله الاعتقال، يعني بدايه الاعتقالات الانسان توقعها، الا ان الامر وصل سميتو وقعت اعتقالات في سميتو في ياخور في الذكرى دي احياء الوفاه محمد بن عبد الكريم الخطابي في ياخور في بوكي دار، وقعت مجموعه من الاعتقالات، الا انه ما وصلش فيك لارغو شي واحد ولا قبل في الاول كان بدات الاعتقالات في بوكي دار. نعم لاري ناصر لاري وسميتو على اي يعني اللي بغيت نقول هو ان في الوقت الانسان اللي كيكون في ساحه النضال لا ممكن يعني من بين الامور اللي كينتظرها انه ممكن ينتظر انه الانسان يتعتقل، والى وقع صدام وقع التدخلات ممكن الانسان يعني يستشهد كاع
كما وقع في 20 يوليوز بالنسبه لعماد العتابي. يعني مساله الاعتقالات دائما، ولكن يعني كانت واحد القراءه بالنسبه لي شخصيا، كان عندي واحد القراءه ان الدوله ما غتدخلش، يعني توقف الحراك في واحد المرحله محدده، حيث كانت ما يعني كنا كنقولوا ان يعني القرار ديال اخر التدخل، القرار التدخل كتاخذه الحكومه. حنا في ديك الوقت هذاك ما كانش عندنا الحكومه، كان عندنا حكومه تصريف الاعمال، يعني من الناحيه الدستوريه ما عندهاش تدخل في واحد قضيه سياسيه حتى تكون عندها الصلاحيات السياسيه هي كحكومه، عاد تقدر تدخل في اخر. يعني كنقول من ناحيه البروتوكول، من ناحيه الشكليه، اما بالنسبه للقرار احنا عارفين شنو شكون اللي كياخذ القرار، ولكن كنقول من ناحيه يعني الشكليه، من ناحيه القانونيه بقى الوضع يعني. ولكن في كل لحظه الانسان كان في اي حاله من حالات الا وكنا كننتظروا ان تدخل الدوله مع واحد الهامش او لا واحد البورسونتاج، كنقول له لا ما تقدرش تدخل، حيت الحراك مشى واحد السلميه والمطالب ديالو مطالب مشروعه الى اخره الى اخره. لكن بعد البلاغ ديال الائتلاف الحكومي، كانت ما نعرفش تشكلت او لا كان تشكل الائتلاف، يعني مازال ما كانش تنصبط من طرف البرلمان، ولكن كتشكل كائتلاف او لا كان تنصبط كاع من طرف البرلمان. المهم بالنسبه للوزراء كانوا كاملين تعينوا من طرف الملك. النهار اللي داروا البلاغ للانفصال، يعني اتهموا المنطقه بالانفصال، تما يعني البورسونتاج او النسبه المئويه تدخل الدولة كان واضح، وخاصة يعني وحتى يعني العلامة التدخل كانت قبل نهار اللي غيجي الوزير الداخلية السيد عبد الوفي الفتيت، وكان مازال وزير معين وما كانش كان مازال ماشي وزير يعني بالصلاحيات ديالو الدستورية، يعني ما كانش البرلمان تنصب من طرف البرلمان، جا يعني بنظارة سوداء كينزل من يعني كان التوجه واضح، وخاصة مع معروف على الوزير الداخلية الفتيت من نهار اللي كان عامل في إقليم ناظور في أخر في 11 فبراير، يعني التوجه ديالو من أجل يعني يوضع حد لأي حركة ولأي تحرك ولأي مظاهرة، ودخل في ديك الوقت ملي كان في الناظور دخل بعنف، يعني هذيك كانت اشارات باللي انها ممكن تدخل، يعني الدوله صافي خطات قرار تدخل. ولكن نهار اللي سمعنا بياخر بديك البلا صافي، يعني كنا كننتظروا غير يعني النقطه اللي من خلالها تعطي يعني المبرر او الحجه من اجل التدخل. بالنسبه لي شخصيا يعني كنت كننتظر يعني تعتقل، وفي نفس الوقت النهار اللي نهار 26 تعتقلوا مجموعه ديال النشطاء ديال الحراك، 27 كذلك، 28 كذلك، وكنشوفوا في سميتو في الفيديوهات وهذه كيفاش كيهزوا بعض النشطاء كيهزوهم في الشارع، يعني كينزلوا 3 4 5 الرجال الدولة كيهزوا الواحد وكيسيبوه في الصفيت وكيمشيو به. يعني كنا كنشوفوا بعض الحالات اللي كانت كتنقل يعني كتصور من البيوت. على اي بالنسبه ليا دازت 26 27 28 وانا خدام عادي، كنمشي للمحطه في الصباح، كنسافر، كنمشي لطنجه، كنرجع من طنجه، كنوصل في نهايه الحزيمه في 5 5 ونص ديال العشيه الى اخره. تعتقل ناصر الزفزافي في 29، ناصر وحاكي وآخرين اللي كانوا معاه 29، تما يعني حتى في سميتو بالنسبه لي شخصيا حتى التصعيد في اللغه ديالي في سميتو في اللغه ديالي يعني زاد التصعيد. وطبعا كانت الفرقه سميتو الفرقه الوطنيه
كانت كتصنت على المكالمات، كانت كتصنت على سميتو، زاد سميتو النسبه المئويه، لانني غنتعتقل وقع، لانه وقعت احداث في ديك الليله اعتقال ناصر الى اخره. على اي ورغم ذلك مشيت ومشيت لطنجه ورجعت وحضرت المظاهره دي اخر الوقفه دي المظاهره الكبيره اللي وقعت في سيدي عبيد، في حي سيدي عبيد. كان رجع للدار كنسمع تعتقل واحد سميتو النشيط ضد الحراك وهو شاكر المخروط في 12 الليل. صافي انا مشيت في الصباح عادي، كان يعني مشيت للخدمه، وصلت للمحطه مشيت عادي، كنوصل سميتو للترقيس، كنخرج من تما في 11:45، كنلقى واحد الضابط، واحد الضابط في الاستعلامات كنعرفو، كان هنا في الحسيمه، كواقف حدا البلديه وكيشوف فيا وكيبتسم. مشيت انا مشيت عادي، ما ديت ما جبت، تا وصلت لتطوان عاود نفس الشيء، واحد الانسبكتور تما كان دائما كيدخل للكيران وهادي وكيدير ديك التفتيش واش. المهم وقف الباب ديال الكار ديالي، انا ما ديتهاش فيه، انا عارف قال لي شي هضره عادي. مشيت قضيت قضيت اي قضيت الحويجات ديالي تما في المحطه، ملي رجعت شديت الطريق لطنجه. وصلت لطنجه نزلوا الناس، كنشوف واحد صطفيت سميتو، واحد صطفيت البوليس قدامي، نزلوا الناس كاملين الى اخره، تقدموا عن الباب القدام. انا كنت مازال جالس في الكرسي ديالي، قال لي واحد السيد ثلاثه بهم، قال لي واش تقدر تنزل عندنا؟ قلت لهم شكون نتوما؟ قالوا لي احنا البوليس. صافي نزلت عندهم، طلبوا لي لاكارت ناسيونال، هز زول واحد الورقه شاف فيها ايده، فيها الارقام ديال ديال ديكارت ناسيونال، شاف ايده، قال لي انت غتمشي معنا، راه واحد السيد محتاج فيك. قلت له فين؟ قلت له انا فين؟ واش ايده ابتسمت، قلت له واش غادي نبيع الدار البيضاء؟ قال لي لا والو، لا قال لي انا خويا والله ما نعرف، انا غير مرسول وصافي، غير مرسول الحب وصافي، بعد الصيغه هذه. المهم قالها بالضحك. صافي مشيت معاهم، ركبوني في اخر، ما داروا لي لا مينوت ولا هم يحزنوا. انا شخصيا ما قاومتش الاعتقال ديالي. صافي مشيت عندهم، وقفوني، انا وصلت مع ديك الخمسه ونص ولا سته د العشيه، طلعوني ما داونيش لتحت الركاب، طلعوني لواحد البيرو الفوق، كانت تما واحد البوليسي كيدير المداومه. هما مشاو اللي شدوني، مشاو يفطروا، لان المغرب كان رمضان. انا جلست مع ديك البوليسي، وكان معنا تما شي جوج ديال اخر اعتقلوهم وداروا ليهم مونيت، شدوهم عند بعضهم، شدوا على شي مسائل مدنيه، على مسائل الحق العام. المهم فطرنا تما، بعد شي ساعه بعد المغرب، شي ساعه بعد المغرب جاو، مشيت عطاو لي سميتو، قالوا لي غتوقع المحضر ديال الاعتقال ديالك. شديت كنقرا سميتو ديك المحضر هذاك، كنلقى فيه المذكره ديال الاعتقال ديالي اللي تصدرت من طرف الوكيل العام للملك باستئنافيه الحسيمه. كنشوف انه كان تعتقل على احداث امزورا اللي وقعت في اخر في ديك الدار اللي كانوا فيها سميتو. المهم الحريق اللي وقع في الدار اللي كانوا فيها المتدربين على عين. ما قلتش بك يا وليدي. لا يعني لا علاقه، يعني لا علاقه، ما لا علاقه. على اي قريت، المهم قريت عاود ديك، المهم المحضر ديال الاعتقال عادي، ديك الشيء اللي جينا مشينا عنده، كان نازل في سميتو، كان في الخدمه، وطلبنا منه يجي معنا الى اخره. ديك الشيء اللي كتبوه صحيح، ديك الشيء اللي كتبوه في اخر على حسب الاعتقال ديالي في المحطه الطرقيه طنجه. المهم وقعت انا ديك المحضر، قالوا لي دابا هي غنمشيو للدار البيضاء، ومشينا للدار البيضاء. مشيت هيدا، كان واحد مع مشاو معايا ثلاثه، واحد كيسوق، واحد جلس القدام، وواحد اخر تبارك الله غلاظ وشداد، يعني واخا تبغي تهرب واخا تبغي دير شي حاجه يا اخر ما تقدش. ما داروا لي بول مينوت، وصلت مشينا هيداك ديريكت، شدينا التوروت حتى وصلت للدار البيضاء. ملي نزلت ياخر الفرقه الوطنيه، داروا لي ديك الساعه المينوت على برا، داروا لي المينوت وطلعونا لسميتو، طلعوني ولقيت تما ياخر يوسف الحمديوي وشاكر المخروط
وستفونا مع الحيط وجعلنا الرئيس للفرقة الوطنية وقال لنا ما لكم خوفانين على أي نوع. القصة طويلة، هذه هي الاعتقادية. ندوز المحاكمة ولا ندوز بعد نرجع عندك؟ مشي عند المجاوة ونرجع عندك، تفضل مشي عندك. غنحاول ما يمكن نختمو في ظرف 20 دقيقة، ما يقارب 20 دقيقة، يمكن نزيد أقسم من الأقسام، ماشي مشكل. مجاوي شوية على المحاكمة خويا، كيفاش دازت؟ اش غنقول لك، بنادم نهار وصل للمحاكمه شخصيا، يعني بديت لك من قبيله، نهار قلت لك راه وسط كاع 49 الناس، راه عندك 14 ملف ديال الاعدام، عندك جنايات اسيدي العديد يعني ديال الجنايات بالنسبه موزعه على الدراري. كانت المحاكمه في واحد بالنسبه لي انا شخصيا كنقول كانت الفرصة ديالنا أولا نفتحوا على الرأي العام. ما أحوجنا يعني، أنا كنقول عطات لنا هاد الهامش، نعتبروها مسرحية، نعتبروها أنها كانت يعني كتبرك ديك كيفاش غتشرع عندك الأحكام القاسية الجائرة الظالمة اللي كانت حقنا، ولكن بالمقابل بالنسبة لنا كانت هامشا نفتحنا فيه على الرأي العام الوطني. عرفوا المغاربة أكثر فأكثر، اقتربوا أكثر فأكثر من الحراك، لأننا كنا مادة إعلامية الصحف اليومية، داخلين خارجين من محكمات الاستئناف عكاشة، طلعوا للمعتقلين الحراك، قالوا المعتقلين الحراك. نهار وصلنا للتصريحات ديالنا يعني الجميع غتزال عنده حتى ديك الشكوك نسبيا، لانه كانوا صورونا ان ذاك البعبع الحقيقي اللي غادي كيخوفوا منه المغاربه، وعلى انه بين عشيه وضحاها راه ما عرف غنديروا شي حيط، ما نعرف منين، من القصر الكبير ولا في بركان ولا كذا، غنديروا الحيط وغنسدوا البيبان وغنقولوا هذا الشيء ديالنا، وعلى انه بحال كان ذاك الشيء راه في المتناول ديالنا. اذا استغلينا المحاكمه الابتدائيه على مدار ديك 87 او 88 جلسه اللي عاشتها طوار المحكمة ديال الاستئناف. الأستاذ المجاوي، كاين واحد المحامي الأستاذ عبد المجيد أزرياح اللي تعرفوه، قال لك تكلموا شوية على مرحلة التحقيق قبل شوية المحاكمة، واش ممكن تقولوا شوية على التحقيق كيفاش دار؟ مر. بطبيعة الحال يعني التحقيق أنا كنقول شنو نقول، مع تحياتي للأستاذ عبد المجيد أزرياح بطبيعة الحال، عضو هيئة دفاعنا بعد في الحسيمة وصديق ورفيق كذلك. على مدار يعني ديال 8 أيام ديال التواجد ديالنا في الفرقة الوطنية، أنا شخصيا يعني وصلنا كان السبت ربما 12 ونص الوحدة النهار اللي وصلنا الوحدة ونص، هيداك يعني حتى لي نوسيون ديال الوقت يعني تلفوا لينا في ذاك النهار، من الدعوه مع الفجر زيد هبط الحسيمه، طلع في الطياره مشي للدار البيضاء. المهم دون لي زون فيغو عاد هاد الوحده كنا داخل يعني الفرقه الوطنيه في الدار البيضاء. التحقيق كما قلت لك على مدار اسبوع كامل، فيه ذاك الاستفسارات يعني ذاك المناضلين الناس النشطاء الحراك اللي على برا شخصيا العديد، يعني حتى لما ذكرت سميتهم رفاقنا الناس اللي كنت كنعرفهم، رفاقكم كذلك، يعني بنادم بتصور كتلقى فلان هذا فلان، واش كتعرف هذا واش كتعرف ذا، كتقولوا هي كنعرفو هي كنعرفو هذا صاي من رفاق ديالي هذاك، عرفت رسيمة صغيرة كيجيب لك صورة من واحد نايف قمرة ولا من عبد الله ولا من هنا ولا من هادي، هادو رفاقنا قسمنا مثلا، يا اما سنوات الجامعه يا اما تنعرفتهم في يعني في النضالات ديالهم كطلبه كتلاميذ الى غير ذلك، كتقول لهم يعني الواقع كما هو، ها النوع هذه العلاقه ديال يعني، لان شنو وقع في المحاكمات هو تكرس ذاك المنطق. شنو كانت الاسئله؟ شنو زعما لم تأكيد يعني يرغموك انك تاكد الطابع الانفصالي، انك تاكد على ان هاد الناس جوي طبعا الانفصال، يعني كيقول فلان
هذا راه عنده يعني توجه انفصالي. أودي كيفاش من يصدر الأحكام؟ يعني شكون غيصدر الأحكام؟ يعني يقول لك اختي مسكينة اللي أمية قد تصرد لي 500 درهم، ويقول لي غيقول لي لا اختك راه قاطنة بفرنسا، راه هذا التوجه انفصالي. القضاء هو من يصدر الأحكام هذه الجوانب، عاد باش تقول لي أنا واش انفصالي وماش ماشي انفصالي واش كذا، أكد لي. يعني كانت ديك كل شيء هاد بأبناء الريف، بنات الريف اللي كانوا على برا عايشين في أوروبا، بالنسبة للنيابة العامة كانوا كلهم مشاريع ديال حاملين ديال توجهات انفصالية. فوقاش ما قرب شي واحد لصق بداك شي محضر تم تداول اسمي، عيطت له في التليفون ولا قلت له صاحبي راه غادي نسرد لك هذا الميل كنطلبه، وحاول الترجمه وحاول كذا، بغينا كذا، هذاك ذو توجه انفصالي. والعديد منهم اللي حدود الان والله ما رجعوا، ما رجعوا للمغرب من ديك الوقيته، وكتجدوا في محاضر عده يعني، حتى اصدقاء اللي كنعرفهم يعني ايه مناضلين شرفاء ما عندهمش علاقه يعني، مشاو مع هذا السياق ديال الحيرات الى غير ذلك، دخل لهم لقلبهم. وفقط هذا النوع ديال التواصلات، تودي غنصدد لك واحد الملف مطلوبي يطلع عليه حتى هو ورد المنطقه، كيقول لك وهذاك راه التوجه الانفصالي، وعرف ان ذاك السيد اللي حدود الان ذاك الزمان 2017 الى حدود الان ما قربش هنا للمغرب، ذاك التخوف يعني لا زال كاين الى غير ذلك. اذا التحقيق فيه تاكيد طبعا ديال الانفصال الحراك، العمل على انك تحاول ما امكن تلقى شي حاجه باش تغرق ناصر الزبزافي، يعني هدفهم الانتقام من الشخص، الانتقام من المنطقه، تأييد هذه التهمه ديال ان هاد الناس راه حاملين لهذا التوجه ديال الانفصال كما قلت لك، تحت ديك الفكرة الرئيسية على أننا شبكة إجرامية ركبت على حادث مقتل محسن فكري بمخطط إجرامي يستهدف فصل الريف عن الوطن. ديك 8 أيام فيه مد وجزر، إيه واحد النهار يجيو عندك يقول لك لا استنى نصوروك نصوروك عريانين، لا هاد لاطاش اللي فيك هنا شنو شكون، ماشي ديال ما يعني ماشي ديالنا، ما ضربناكش كذا، وهادي حتى انتم صوروكم عريانين؟ إيه دي ديال لا دي ان، يعني بعض الخطرات من كتحس علاش يعني لا دي ان بروكم، علاش داو لا دي ان؟ لا والو، اجي عيطت قلتي ولا شنو ولا سولتيهمش علاش؟ ديك الوقيته حتى واحد ما كان كيعطيك راس الخيط، انا كنعقل ذاك النهار طلعنا انا والحاكم، ايش كيديروا هاد ابن المالك طالعين تما ايش كيديروا، عيطوا لينا طلع كتلقى بنادم تاني من بعد غنفهموا انهم كيهزوا هادو لا دين ديالنا، وهادي ما فهمت ما عارفين والو، ما فهمنا والو لا من مجيب، راه ما يمكنش علاش غتسقسي شي واحد صافي كتزيد عليك الهم وصافي الرفيق ديالك، يعني شنو باغي باغيين هادو اسيدي ديروا اللي بغيتو، وكان ديك القناعة على كدو الجينات التمرد ربما من تما يمكن جاو من بعد داروا دوزونا المختبرات كدا، يمكن عاد جا ليهم الرد في الاخر اللي غيقول الوردي على اننا حاملين الجينات ديال التمرد. يعني احنا بالنسبه لينا كنقولوا ودير اللي بغيتي، لانه في اخر المطاف راه ماشي للقضاء، كنقول انا غادي نمشي للقضاء، كتب شنو ما بغيتي تكتب اسيدي المحضر، انا غادي نمشي للقضاء اللي هو جهاز مستقل وخصو يسمع الصوت ديالي وخصو ينصفني. احنا ما تلاقيناش مع الانصاف لا من هذه الجهه لا من هذه الجهه، كل واحد من جهته حاول ما امكن انه يغرق هذا الملف، كل واحد من جهته حاول ما امكن على ان هذا الملف يستغلوا لمصلحته شي حاجه اللي عندهم مشاكل يعني في دواليب الدوله، لا الدوله العميقه واللي ماشي عميقه واللي في الوسط واللي في كذا واللي في هذه، ما بقيناش عارفين شكون هو المتحكم حتى في الدواليب ديال هذا الملف. يعني ابان الفتره كما قلت لك ربما حتى الرفيق ديالي يعني الفتره ديال التحقيق، رغم انه حنا كنا ما امكن كنحاولوا بيناتنا ملي كنكونوا في الاقبيه اننا نخلقوا شويه ديال الجو حتى ديال التفاؤل، مره يمكن ان يزرع حتى يعذر على شي 4 ايام ديني حتى يزري سوا كذا غادي يعاود بالنظر، تحس الشباب ذي مزيانه لانه حتى ذي الاجيال ديال الموجه من الاسبوع اللي مسكروا
ام اخ الرفيق حبيب طاقت فيها 50 سنه ما كيحاموش راسه 17 سنه تما 18 سنه يما اصغرهم تما راه غانغ بلا لاب اعلاميا بزاف كاع حمود خي مرموش ولكن بلال ذاك الوقت خي المجاوي سأضطر نوقفك باش ندوزو الحبيب يقول شويه شنو داز في التحقيق والمحاكمه ومن بعد ندوزو الافاق. الوقت يحاصرنا زميلي دار الاشاره دابا 11 و18 كنا غنساليو في 11 ونص ولكن يمكن نزيدو 15 دقائق ولكن نعطيو واحد الحبيب 5 دقائق حول التحقيق والمحاكمه بشكل عام ولكن الاهم هو الافاق. الى عندكم شي حاجه تقولوها للناس كيفاش تشوفوا المستقبل سيكون أمر مهم للغاية. تفضل أخي الحبيب. بالنسبة للتحقيق كما ذكر الأستاذ المجاوي يعني باش الواحد يتذكر مزيان التفاصيل ديك الشيء دابا داز بزاف ديال الوقت ولكن الموضوع اللي كان اللي شخصيا اللي مازال يعني كان الواحد كان كيحس بواحد الضغط النفسي رهيب عليه وهو انه كيجي عندك كيقول لك كيجيب لك صور من 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 مجموعه من يعني الناس ديال الريف اللي كانوا اللي كاينين في اوروبا كيقول لك واش كتعرف هذا واش كتعرف هذا واش كتعرف هذا واش كتعرف هذا اللي كنعرفو كنقول له كنعرفو هي هذاك الصديق ديالي اللي ما كنعرفوش كنقول له راه ما كنعرفوش كيقول لي خصك تقول بلي هذا انفصالي يعني كما قال الاستاذ مجواد النقطه هذه هي اللي كانت محوريه في سميتو في الاستنطاق خصك تقول لي انفصالي علاش باغي ياخذوا هذه النقطه هذه انها تقول انفصالي يعني انه هذا انفصالي انت كتعرفوا اذا هما اللي كيسيروكم من هي هما اللي كانوا كيقودوا الحراك هما اللي كانوا كيوجهوا هما اللي كانوا كيديروا الى اخره الى اخره يعني كما كان جافف سميتو يعني في التقرير د بنيوب تما بين ان النشطاء ديال الحراك بحال الا هما كمجرد واحد الجيش شي حد اللي كيسيرهم من الفوق من الفوق من الفوق رغم ان ديك الشيء ماشي صحيح ان الحراك كان حراك اصيل منطلق من المنطقه والاصله ديالو وبالعكس الخارج هو اللي تضامن مع الداخل وماشي العكس. على اي كان كيقول لك واش كتعرفوا هي كنعرفوا هذا انفصالي وهذه يعني اربع ايام انا كيسولوني على مجموعه من الاشخاص بدون ذكر الاسم ديالهم كيسولوني على مجموعه من الاشخاص كيقولوا لي واش هذا خصك تقول انفصالي حتى لاخر مره اخر مره كيجي سميتو رئيس الفرقه الوطنيه بنفسه قال لي مالك علاش ما بغيتيش تقول هذا انفصال هذو انفصاليين قلت له شوف السيد الضابط الى عندك شي حاجه عندك شي تصريح عندك شي تدوينه عندك شي كتاب هاد الاشخاص هادو كتبوه او لا صرحوا به باللي هما انفصاليين اعطيني سمعني ديك الشيء او لا اعطيني نقرا ونقول لك من خلال هاد الشيء اللي قريته من خلال هاد الشيء اللي سمعته هادو انفصاليين فعلا ولكن باش انا نقول لك انا انفصاليين انا كنعرف يعني هادو اللي كيسولوني عليهم اصلا هما يعني في عندهم يعني الاصول ديالهم الفكريه هي اصول يساريه ومعروف ان اليسار الجديد في المغرب واللي جاوا من بعده بهنيها ان المساله القوميه اصلا هما امميين والمساله القوميه ما كايناش يعني هما كيعتمدوا على التحليل الطبقي للمجتمع يعني كيامنوا بالتحرر ديال المجتمع وما كي بالعكس وما يعني كينبذوا القوميه كنهضر على في المرحله السبعينات والمرحله الثمانينات الى اخره بحكم ان يعني حتى الدول اللي كانت اشتراكيه يعني كانت كتشكل مجموعه من القوميات حتى جات سقوط جدار برلين عاد تفكت يوغوسلافيا تفكت الاتحاد السوفيتي تفكت يعني مجموعه من الدول كنت كتناقش يعني انه ان ان هذه الاصول لا لا باش نبين لك باللي يعني كيعطيني واحد النوع ديال دي الخوت اللي كنعرفهم واللي كانوا اصدقاء ديالي في الجامعه الى اخره كيقول لك هذا انفصالي كنقول له واعطيني شي حاجه اللي تبين ولكن انا غنتهمه بالانفصال وغنقول هذا انفصالي يعني انا كنتهم راسي وزيدون انا ما كنعرفوش انفصالي وما عمري ما سمعت شي حاجه اللي هذا الشخص هذا انفصالي.
على أي نادي هي النقطة الرئيسية اللي ركزوا عليها، وطبعا ركزوا على مسألة التمويل. معانا كان يعني واحد المبلغ تشد عندي، كان موجه لاخر الحراك، يعني ركزوا عليه حتى هو مزيان، وحاولوا ما امكن يعرفوا شكون اللي منين جا وشكون هادي وشكون هادي الى اخره، مع العلم انني كنت كنشتغل في الحافله، وتلقيت مكالمه هاتفيه باش توصل هادي، وكان ديك الشيء تما واحد 50% راه تما داخله في العمل ديالي. على اي يعني هي هذه النقط الرئيسيه اللي سميتو وهذه المساله ديال الانفصال. ملي تقدمنا امام الفرقه الوطنيه تما في الدار البيضاء، اثناء التقديم ما عرفتش، سولني واحد الوكيل العام او نائب الوكيل العام، المهم وكلاء قاضي النيابه العامه، وسولني قاضي النيابه العامه قال لي علاش كنتي كتخرج في المسيرات وعلاش هادي وعلاش هادي، وكينطق مازال كنعقل ياخر الوكيل العام الرئيس ياخر النيابه العامه في الدار البيضاء حسن مطار، قال لي من اجل الانفصال، قال لي كنتو كتخرجوا من اجل الانفصال، هضره غايدة، قطع لي الهضره. جيت انا امام المحامين وهذه قلت له انا كتبت يعني عشرات ومئات التدوينات، وكتبت مجموعه من المقالات، وانا دوست الفرقه الوطنيه، وشوف الفرقه الوطنيه تعطيك واش انا في هذه التدوينات وفي هذه اخر انني ذكرت شي حاجه اللي كتسمى الانفصال او لا يعني الاستقلال الريف او لا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. وزيدون انه كان كيثبت بديك السؤال هذاك ولا بديك المقاطعه اللي قطعني بها، ثبت بلي ان الاعتقال كان اعتقال سياسي. يعني في الوقت اللي كتقول راه كتنفصل، راه كتنفصل وباغي تشكل الدوله ديالك، راه هذه سياسه، يعني هذا رايي، هذا رايي. ممكن يعني اي سميتو مثلا كما الامثله اللي عطيتها قبائل مثلا على يوغوسلافيا والاتحاد السوفيتي، كتنوض جمهوريه من الجمهوريات اللي كانت في الاتحاد وكتطلب الاستقلال ويا خو، وكتقاو في ديك الوقت هذاك يعني الغرب مشى معها وحتى المغرب مشى معها، يعني حتى تسمى الدوله المغربيه مشى مع ساندت الحكومه للاستقلال ديال البوسنه والهرسيك، وساندت الاستقلال ديال كرواتيا، وساندت الاستقلال ديال اخره الى اخره. يعني مساله موقف سياسي، مما يعني ان النيابه العامه شدنا، وهي كعارفه لانها شدنا على السياسه، ما شدناش على مجموعه. انا ما تشديتش على الحريق ديال اخر، انا ما شاركت بهم في الحريق، انا كنت خدام، انا كنت في الطريق في ديك الساعه هذيك، ويمكن كنت في طرجه كاع يعني ديك العشيه هذيك، ما كتذكرش مزيان، ولكن يمكن كنت في طرجه كاع، يعني ما تشديتش على ديك الشيء هذاك، وديك ديك اللي سميتو التهم اللي حاولت ما امكن ان يعني ما تحولها للجناح، انني درت هذا الجناح هذه، انا ما درتش الجناح، يعني تشديت على امور سياسيه على المواقف ديالو، والدليل انه احد المعتقلين اللي كتحكموا تما دار لي غير جيم في اخر في واحد التدوينه ديالي، وقالوا له علاش ديتي شدو، علاش ديرتي جيم الفلان حنو ديال الحبيب، يعني من بين الطرائف الحبيب. انا مره كان ليك جيم راك تما راه تما، ولا كنت هنا كان ممكن يشدو. على كل حال كانوا غيشدوك حتى على شي حاجه اخرى، راك انت في التال ماشي بحال المهم. على كل حال شوف نحاولوا نختموا، نعطيكم كلمه قولوا فيها اللي بغيتيو كيفاش تشوفوا المستقبل. نبدا نمشيو بالمجاوي ونرجع للحبيب. كيفاش كتشوف المستقبل الرفيق المجاوي دابا؟ هضر بهذا بطلاقة، وشنو في قلبك وشنو في راسك قدام الناس؟ طبعا صراحة أنا دابا المستقبل، دابا كانوا في الحراك، بداو المثقفين كيهضروا على المغرب ما قبل الحراك، المغرب ما بعد الحراك إلى غير ذلك، فما بالكم إلا جينا نتحدثوا على ريف ما بعد الحراك؟ ريف ديال ما بعد الحراك في واحد الوضع اللي عرف فيه يعني واحد الركود الاقتصادي على مدار بعد 4 سنين، يعني بواحد الشكل خطير وخطير جدا، ولحدود الان وضع ديال التهجير ديال الشباب ديالو
يعني صراحة خرجنا من الحبس لقينا أن الأغلبية الشباب ديال باريو حدو ديال المدينة ديال الناس اللي كنعرفنا كلشي مشاو كلشي هاجر. بالعكس دابا ولينا كنعيشوا حتى هذه المآسي ديال الهجرة السرية. بالجوي وقع انقطاع بالجوي غير جيتي تهضر على الآفاق وتقطع. شوف الجوي ما دام تبلوكان غنرجعوك الحبيب غير هذا الصيف دابا ومشى سيري دايك تسمع لي بعدا واش كنسمعوا لبعضياتنا. سير سير سيري دايك سيري عبد الخويا سير. إذا قلت لكم على أنه هذا الريف ديال ما بعض الحراك وهذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي الوضع الأمني اللي عاشته المنطقة منذ أول يوم ديال الاعتقالات منذ 26 ماي إلى حدود الآن كيغير بزاف كيفاش كنشوفوا النظرة ديالنا للآفاق للمستقبل. أنا بعدا كنلخصها في واحد في واحد في واحد الجملة على أنه كفانا من المآسي، كفانا من الحزن، كفانا من البؤس، ما أحوجنا إلى أن نفرح قليلا، ما أحوجنا إلى أن نجتمع ونلتم كما كنا سابقا وبدون يعني ذكر هذا النوع ديال المعاناة اللي عانتها هذه المنطقة. وساس المازيخ كفانا زخيق يثمي كفانا زخيق نزو عند دارنش نزو حقنا غير فاح فرانشني اللي هو ذر حقنا بطبيعة الحال. إذا أبقى و تما باش نمشي للصورة الروياوية الأفق من غانا الزوانوكو الريف ما بعض الحراك واش تصور ما كيدي على أنه مثلا سياسيا أسيدي واش مضى عندي شي بدائل سياسيا نجان ممكن عاز يسد ساوند صداند على الأقل المنطقة لأنه ما عندوش معنى ري حراك بهذا الزخم المعاناة التي امتدت كل هذه السنوات. ويمكن يعني عند الانتخابات يكون الذوية نغمر ميغا يوقع من المكذاب السنة المقبلة قد يتلاقوا مع نفس الوجوه السياسية نفس كذا نفس الفاعلين السياسيين نفس اللي كيسيروا كل هذه التضحيات وغنتلاقوا عندنا نفس الوجوه نفس فوق بوسيبل. انا كنشوف كنقول على انه فوق بوسيبل لحدود الان لانه بدائل سياسيه في ارض الواقع اللي نشوفوها ونقولوا على انه انا هذا موقف ما كان يعني ما ماشي وقته باش نناقشوا هنا المشاركه وعدم المشاركه واش مع 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 هكا ولا مع هكا. ولكن على الاقل هذا الواقع يعني يجب ان يحبل بعض المتغيرات يحسن المواطن على انه كاين شي بدائل ما على الاقل كتوجدها لك الدوله او لان الدوله هاد الدوله فقط يعني دارت باش تقمعنا باش تربينا سيدي باش كذا باش هادي بالمنطق ديالهم. لا خاص تكون داك يعني نحسوا على انه كاين داك الانعكاس اللي حدود الان ما كنحسش به. ثانيا يعني في الذات ديالنا قلت قبيله على انه سي دوماج يعني فرص تاريخيه على مدار هاد 4 سنين سواء هنا للداخل او على برا كان من الممكن على انها تحقق واحد القفزه نوعيه فينا احنا في الذات ديالنا سيدي ذات ابناء منطقه الريف ونقدو نساهموا بشكل ايجابي اننا نديو هاد المنطقه لبر الامان. ولكن احيانا يعني في الممارسات ديالنا لا ما كانش كنلومو شي واحد وكذا ولكن كاع كنخطاو ولكن خص يكون داك الاركان الاساسيه اللي كيجمعونا سيدي داك القواسم المشتركه خصنا نبنيو عليها. في حدود الان ما كانش شي خدمه من داك الجانب. حنا الان الحسيمه تمت المصادره ديال الحريات العامه فيها ما عندك الحق دير الاحتجاج ما عندك الحق دير وقفه احتجاجيه ما عندكش الحق دير تنظم دابا مع كورونا يعني تزاد تعمق الامر اكثر. واش انا كذلك غادي نصادر حق ديال المواطن والمواطنه اللي هو ولد الريف بان ان يبادر الى فعل شيء؟ انا كنقولها املي هو ان ينفرج الوضع قريبا املي
هو أن الناس المعتقلين ديالنا يخرجوا كل شيء سالمين معززين مكرمين للأحضان ديال العائلات ديالهم. أملي على أنه نعكس ذاك الإجماع اللي عندنا في هذه المنطقة. رأى كل شيء في هذه المنطقة يجمع على أن هاد الناس هم يخرجوا من الحبس. إلا مشيتي للعدالة والتنمية غتلقاهم غيقولوا لك غيخرجوا، إلا مشيتي للاتحاد الدستوري واخا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم أنا واش كاينين ولا ما كاينينش في هذه المنطقة، ولكن غيقولوا لك إلا كان شي واحد فيهم غيقولوا لك حنا كنفضلوا أن هاد الناس يخرجوا. إلا مشيتي يعني اليساريين إلى غير ذلك يعني فحدث ولا حرج، يعني راه معاك حتى في هذه المعركة حتى النخاع. علاش ما قادرينش أننا نعكسوا هذا الإجماع اللي عندنا في هذه المنطقة ونعيدوا الاعتبار للفاعلين ديالنا سيدي المدنيين للناس اللي ديال هذه المنطقة اللي كيسالوا في هذه المنطقة بحال داكشي اللي كنسالنا؟ راه أنا ما كنسالش أكثر من شي واحد آخر، أنا كنسال حقي واحد المواطن تانا كما كيسال الرفيق ديالي سعيد واخا راه على برا، كما كيسال واحد اللي راه في توجه العدالة والتنمية ولا في شي حزب أخر ولا راه في شي تنظيم أخر ولا كذا، ولكن راه كيسال نفس بنفس القدر اللي كنسال فيه حتى أنا. إذن من حق الجميع أن يبادر، من حق الجميع أنه يعكس كما قلت لك هاد الدعاوي. راه ما يمكنش الدعاوي ديال الوالدين ديالنا ديال العائلات ديالنا الناس فاتوا 90 عام ربع سنين وهما كيدعيو على معنا كيدعيو على أننا غادي نخرجوا من الحبس. إيوا هاد الدعاوي زعما ما يوصلوا لوالو. إيوا هاد الدعاوي مع هاد العمالة سيدي أننا نتكتلوا يعني باش هادو الدعاوي النساء ديالنا مساكنيين كيبقى والو كيدعيو معنا. ولكن إذا كان قول لك صافي الدعوات عندهم التأثير ديالهم والغضب عنده التأثير ديالو، عنده المكانة ديالو، عنده القوة ديالو، وهذا التآزر وهذا إذا بغيت نقول هذا 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 الغضب ضد النظام عنده المكانة ديالو. ولكن أنتم راه بجوج بكم بعدك راه الناس كلنا كنقول لكم ولا زال كنقول لكم حكماء الحراك، شنو واش عندكم شي وصفه نقدو هذا الوضع؟ كيفاش نقدو نرجعوا ذاك الامل للناس، نرجعوا الناس تبقى واقفه؟ راه بدات الناس شي تلاشى شي طيح شي معوج شي كيقول لك لا تنشوف اش في كاين شي قال لك انا بدا تخوي صافي. بحال شفت واحد الرفيق ديالي هاد اليومين سميتو نقول سميتو أكريم محمد أكريم من ألمانيا، قال لك وقع فيسبوك كاع مل، قال لك ما يمكنش نستمروا يعني على كل حال. الناس اللي ملت عطاو كل شيء، ولكن بعض حدا كيقول لك ناقص كاع. انا الى في اخر مطاف نوصل لواحد يستمني على بنتي واحده على خاي واحد على مراتي واحد ويدوز ناقص من هذا الحراك. واش عندكم شي وصفه بامكان نهدئوا النفوس ونوصل المعركه حتى يخرجوا الرفاق ديالنا ونقيموا المشكل هذا؟ واخا تفغياب هذه الوصفات، تفغياب انه تكون عندك وصفه جاهزه. لو كانت عندنا في الحقيقة لن نبخل عنها من أول يوم باش نجمعوا الشمل ديالنا. فقط تحصل عندنا هذه القناعة عند الجميع مهما اختلفنا مع بعضياتنا، ولكن كنبقاو كما قلت لكم كل شيء كنسالو على بنفس القدر داكشي اللي كنسالوه في هذه البلاد. ما حتى شي واحد ما غيتزايد على الآخر، نفس الحصة كتسالها أنت كنسالها حتى أنا. إذن لما لا أن نضع أيدينا في أيدي بعض، لما لا أننا نمشيو ديريكت. عندنا واحد المطلب اللي هو عنده طبيعة استعجالية أمام الجميع، أن كل شيء المعتقلين يخرجوا على برا، أن كل شيء المنن والمتابعات اللي كاينة تلغى من الأساس ديالها، والناس يرجعوا لهذه البلاد ويرجعوا للعائلات ديالهم إلى غير ذلك. هذا الشيء يقتضي منا نساهموا إعادة الاعتبار للمنطقة ديالنا، إعادة الاعتبار حتى الفعل سيدي راه التقدمي الراقي اللي تراكم في هذه المنطقة على مدار ديال 40 ولا 50 سنة، والناس راه كتبني وكتراكم. لا حنا الامل ديالي الرجاء ديالي انه يوقع هذا الانفراج في الملف ونشوف الرفاق ديالي احرار مع العائلات ديالهم. وكنقولها وكنعيدها، شي واحد ما قدم تنازلات
ما التزم بشي حاجة، ما تعهد أمام شي واحد، كل واحد خرج والقيم والمعنويات ديالو بعدا جد مرتفعة، ولا زال يحمل هما وقناعات اللي كان كيحملها في السابق، وما زال مستعد على أنه يضحي. إذن ما الداعي على أننا نبخسوا هذه الرمزية ديال هاد الناس اللي مشاو داروا اللي قدموا تضحيات؟ أنا كنقولها وأكد عليها، أنه التبخيس من رمزيات المعتقل هي تبخيس من رمزيات الحراك، بغينا ولا كرهنا. خليوا هاد الناس راه قدموا التضحيات ديالهم، اللي بغى يساهم وعنده الإمكانيات أهلا وسهلا، اللي ما عندوش الإمكانيات وبغى يتوخر ما كاين حتى شي مشكل. وكنحيي أي واحد كيبادر في اتجاه على أنه اتجاه نوصلوا لإطلاق سراح المعتقلين. انا شي واحد اللي بادر بوحده معاه شي واحد اخور الى غير ذلك من كل شيء المعتقلين من النشطاء الى غير ذلك، وصل لاطلاق سراح المعتقلين داك الشيء اللي بغينا. ما وصلش لاطلاق سراح المعتقلين بقى يعلم على انه الدرب النضال راه طويل وما جبناش بهذه غادي نجيبوها بتمكين كذلك، يعني الاليات النضاليه حقيقيه في الميدان وغادي نوصلوا لهذا النتيجه. ولكن كفانا من التنافر بيناتنا، كفانا من أننا نخلق العداوات بيناتنا من لا شيء، كفانا من التبخيس ديال هادشي ديال الرمزية ديال المعتقلين ديال العائلات ديالهم إلى غير ذلك. لأنه حنايا تجمعنا على هذا الحراك الشعبي، ولكن من بعد الاعتقال طلقت واحد الدينامية نضالية اللي كنقولها كانت مرتبطة بهذا المطلب ديال إطلاق سراح المعتقلين. أخي المجاوي، طرح عليك واحد السؤال أخير وحاول تجاوبني بصراحة. دابا تخيل حنايا، نضرب سمي، نضرب من نجم، حاولنا أو لا، هناك من حاول اغتيال الرمزية، جميع النخب ديالنا، جميع الناس اللي كيفهموا شوية في السياسة ولا اللي عندهم تجربة ولا بغاو يدعم، ويجي شي واحد من الرباط ولا من كازا ولا من مراكش، هو اللي غيكون صلة وصل بيننا وبين المجلس الوطني وبيننا وبين المخزن ولا بيننا. واش زعما حنا بهذه الدرجة لا نساوي شيئا في الميزان، رغم كل تجاربنا وكل ما ركبنا وكل تضحياتنا وكل ما قدمه الريفيون من تضحيات، غنتسناو حتى شي حد يجي يحل شي حدنا؟ او لا، انا ماشي، تعرفني ماشي عنصري، ماشي ضد شي حد، فقط غير هذا السؤال احيانا يحرجونا. كان يجي شي صراحة عندي انتشار هيروشيما. صراحة الرفيق ديالي أنا كنقولها، ما أنا شكون اللي هو أكثر غيرة على المنطقة؟ هما هاد الناس اللي ما زالوا في هذه المنطقة، عائلتهم في هذه المنطقة إلى غير ذلك، هادو أكثر غيرة. ماشي يعني كنقصي الآخر، أسيدي المغرب كل شيء ديالنا، إيه أي واحد يجي يساهم معاك إلى غير ذلك، ولكن ذاك الإسهام فين غيديني؟ واش غادي نبقى أنا عقود من الزمن كنتسنى يجي عندي شي واحد من مراكش ولا من أكادير ولا من الرباط ولا من الدار البيضاء باش ندير شي قفزة في هذه المنطقة؟ أولا نتكل على هذا الشيء اللي عندنا. ملي قلت لك قبيله قلت لك انا هنايا الحسيمه كاين الاجماع حول اطلاق سراح المعتقلين، عند العداله قلت لك العداله والتنميه، عند ما عرف الا كاين الحزب الوطني الديمقراطي، الا كاين كذا، الا كان الفيدراليه اليسار، الا كان النهج، الا كان التنظيمات الحقوقيه، كل شيء عنده هذا الاجماع. علاش حنا ما نعملوش من اجل ان ينعكس هذا الاجماع في اليه؟ ما اسيدي نخرجوا حنا الدراري، خرجوا حنا المعتقلين ديالنا، يخرجوا ويخرجوا معززين مكرمين، هادي ومن بعد لنا حديث وغنناضلوا حتى يهبطونا في التراب، ما كاين حتى مشكل. اللي ما جبناش اليوم غنجيبوه العام الجاي، ولكن خص إعادة الاعتبار لهذا الفاعل. ماشي كنقتل راسي، لأن دابا كنقتل كلشي الفاعلين المدنيين في الحسيمة، مستقبل راجل الدور عليا العام الجاي، ما يقولكمش الجو إلا. دابا بحال اللي قلتي، كل شيء حتى واحد ما يقدر يتحرك، كان دابا على العالم الانسان حتى واحد ما يتحرك، غير تحرك غير تحرك يقول لك انت خوز مشوقي، انت خائن، انت خدام، ما عرفتش تريد مغربة الحراك، هذا الشيء اللي كيقولوا لنا. انا كنترجم، كندوز الميساجات. حاول تختم السين الجواب باش نمشي عند نمشي عند السين. انا باش نختم، يعني كنقول على انه كنتمنى على انه الشيء مازال غيتواصل، وديك الوصفه
اكيد اننا انه الى درنا عقلنا ودرنا ديك الثقه في بعضياتنا راه غنوصلوا لديك الوصفه وغادي ننجحوا وغادي نمشيو بهذا الحراك لمستويات ارقى وارقى. غادي نختم فقط بالتمنيات ديالي ديال ان رفاقي يعانقوا الحريه في القريب، اتمنى ذلك يعني بكل قلبي وبكل جوارح ديالي، كل القلب ديالي وبكل الجوارح كذلك اتمنى الشفاء العاجل كل شيء المرضى، ولكن اتمنى الشفاء بشكل خاص العاجل للامهات ديالنا، امهات معتقلي حراك الريف الذين لا زالوا قابعين في السجون، العائلات ديالهم اللي احيانا شي واحد كنعرفوه شي واحد ما كنعرفوش ما كنطلعوش على الوضعيه ديالو الى غير ذلك، ولكن كنتمنى على انه يتجاوزوا ديك هذه المحنه ديال المرض كما قلت، تجاوزوا بواحد الوقفه ديال يعني وقفه ديال مناضلات ومناضلين اللي داروها اثناء المحنه الاعتقال. كنتمنى على ان هذا الشيء غادي يتحقق، وكما قلت لك الوصفات بالثقه في بعضياتنا بوضع اليد هذا في يد الاخر، اظن على انه الطريق سيكون منيرا لنا في المستقبل، وهذه محطه تاريخيه إن لم تستغل بالشكل يعني المفيد لنا كمواطنين وكمنطقة، كن على يقين على أنه التاريخ ما يرحمناش في هذا الشيء. وشكرا للرفيق ديالي. شكرا الجوي، الكلمة الأستاذ الحبيب الحنودي. يعطيك الكلمة، إلا عندك شي مقترحات شي وصفة، إلا عندك شي وصفة سي الحنودي تفضل. أنا من ناحية المبدئية ما كان آمنش بالوصفات السحرية، كان آمن أن يعني الإنسان باش يتحقق مجموعة من المطالب ديالو ولا مجموعة من الأهداف ديالو خصو يناضل عليها، وخصو يكون صبور ويصبر وما ينتظرش أنه يحقق نتائج فورية. أنا بالنسبة لي أنا يعني في هاد اللحظة هذه وفي هاد بعد الخروج ديالي من السجن وبعد مرور 4 أشهر أنني توقفت، يعني أنني ما غنعطيش اقتراحات. علاش؟ ما غنعطيش اقتراحات، لأن سبق لي أعطيت اقتراح في ياخور، يعني ما كان تحارب ماشي غير الصمت ياخور، وتم المحاربة ديالو بواحد الطريقة فظيعة. على أي اللي كان ديك الشيء اللي كان كيهضر عليه دابا المجاوي، يعني بحال ديك الشكل هذاك. على أي أنا بالنسبة لي يعني الافاق تاع هذا الشيء هو ان خصنا المعتقلين اللي عندنا في السجون خصهم يخرجوا، وخص اللي غير عنده شي مقترح خصهم يقولوش ياك، هذا الشيء اللي فهمت. لا انا بالنسبه لي عنده شي مقترح مرحبا ويخدم المقترح ديالو ممكن نعاونه، ولكن بالنسبه لي انا ما غنقترح ما والو، ما نقترحش، هذا موقف خديته، ما غناخذ مقترحات، ولكن في نفس الوقت غنساهم مع اي مبادر واقتراحات، وغنخدم في الظل، يعني باش الواحد يكون واضح. كما قلت يعني خص الهدف ديالنا اللي هو اني وعنده الاولويه هو اطلاق سراح المعتقلين اللي كاينين مازال في السجن، هذا هو الاولويات. النقطة الثانية وهو أنه ضرورة النظر في الوضعية ديال المعتقلين المفرج عنهم واللي غيتم الإفراج عليهم. يعني هذه النقطة الثانية. وهنا كنعطي نورمالمون كنعطي سميتو شي نقاط، هذه في حد ذاتها اقتراحات، ولكن اقتراحات كل شيء يعني يعني هذه الشيء اشياء ولات شعارات. وكاين عندي واحد النقطه الثانيه، كان طلب كنوجه دعوه لسميتو المؤسسات الدوله المغرب، انا ما يعني ان ممكن ان السيناريو ماشي غيكون بحال السيناريو اللي كان اللي درناه احنا في اخر في طنجه، ملي كنا في طنجه قبل الافراج علينا، يعني احنا اللي بادرنا وطالبنا بالحوار، ان المبادره علاش لا ما تجيش من طرف
من آخر. وأنا أكيد، أنا أكيد كنقول أكيد أن إذا كان هذا الحوار جد ومسؤول وفيه النية الصافية، يعني الحوار مع المعتقلين بالخصوص المعتقلين اللي كاينين حاليا في طنجة، أن أي خطوة اللي غتكون يعني فيها الصدق وفيها النية وفيها ديك الروح من أجل حل هاد الإشكال هذا، هاد المشكل هذا اللي هو في الحقيقة ماشي سهل، أنا كنظن أن غتكون النتائج جد إيجابية. وهذه هي سميتو يعني الاقتراحات ديالي، وهيدا كنشوف الافاق، اما الافاق ديال المنطقه ديال الريف والافاق ديال المغرب ومع هذه الازمات اللي كاينه ومع الازمه ديال اخر هذا الوباء هذا الى اخره، فهذه هذا الشيء هذا حرير تحريره، خصو ندوات وخصو يعني خصو جهود كبيره باش الواحد يقترح يعني يشوف الوصفات اللي ممكن تخرج هذه البلاد هذه من هذه الازمه اللي غادي يعني غادي لواحد السواد. وتحيه وشكرا الاخ سعيد، شكرا للاستاذ المجاوي، شكرا للاستاذ رشيد محاورب، شكرا الحنادي، شكرا الرفيق والصديق محمد المجاوي على سلامتكم بعدك على خروجكم من السجن، وكنتمناو كما قلتي إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في أقرب وقت ممكن لكي تكتمل الفرحة أولا ونحمل مشعل الفرح والأمل، حل قال الأستاذ المجاوي علينا أن نفرح ونحافظ على الأمل، لأن من لا لا من لولا شعلة الأمل لما كان لما استمرنا في النضال. إذن دائما في الوقت اللي كنشمعوا نشوفوا داك الشمعه واخا طويله في الوسط الظلام في الوسط الغابه، ولكن تكون شعله كنمشيو ليها، واخا كل المخاطر كل الاشواك كل المتاعب، ولكن سنواصل هذا الطريق الى حدود تحقيق هذا الهدف ديال اطلاق سراح كافه الاخوان ديالنا يوقع الانفراج وتحقيق المطلبي لماذا لا. وكنأكد مرة أخرى على أنه بدون إطلاق سراح المعتقلين، وهذا أمر مبدئي، ما فيه لا سلام ولا استسلام ولا تراجع على الوراء، لأنهم هذوك كل شيء بما فيهم الدولة عارفة بأنهم مظلومين، ظلمتهم خلتهم تم كراهين إلى حدود جبر شيسية أخرى ديال تسكت المنطقة وتهدأ المنطقة. لذلك يجب الإسراع في إطلاق سراحهم في أقرب الأجال. بحال اللي قال الصديق الحنودي أنه إذا كان حوار جدي الدولة عندها هذه الرغبة، وقلناها في الأول يلا تشديتو، إذا كان عندها الرغبة قل ما تشدو كاع، لو كان عندها الرغبة تحل المشكل وكحلته في ظرف أسبوع، ولكن هي هناك من عقد الموضوع، هناك من عقد زاد المشكلة مشاكل وباش يستفدوا هما داك هذا الطرف اللي بغى يعقد الوضع. وكنتمنى الدولة المسؤولين في الدولة يتعقلوا يشوفوا في الوضعية ديال المعاناة العائلات والأباء والأمهات، وخاصة الأمهات اللي مرضين، وكنتمنى لهم الشفاء العاجل في أقرب وقت ممكن. ولكي نختم طبعا الحال أذكر على أنه الأسبوع الجاي الخميس كيكون 10 ديسمبر هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وغيكون لقاء حول الوضعية حقوق الإنسان في الريف وفي كل وطن. والسيد مجيد حقوني كان كتب بعد ألم عفوا السيد مجيد أزرياح كان كتب معنا مع أطباقي هنا ولا لا، راه موجه له دعوة لحضر، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين آخرين سأفكر فيهم في الأيام القليلة المقبلة. كما أوجه نداء لكل النشطاء في بلجيكا يحضروا الكافو دوغوب أمام المحطة المركزية يوم 12 ديسمبر على الساعة 2:30. نشطاء بلجيكا موحدون قرروا تنظيم وقفة ومرخصة، طبعتها مرخصة إلى حد الآن، الشرطة أعطت الترخيص على أساس أنه من جوجو سمية نظرا للحجر الصحي اللي كاين، ولكن مع ذلك إلى جوز نمية الشرطة ممكن تسهل معنا كما تسهلت في العديد من الأمور، لأننا في كل أوروبا أعطينا وجها طيبا وجميلا للريفيين أنه وقعت
تقريبا ماشي عشرات مئات المظاهرات والوقفات، عمروا موقفها لا عنف ولا تكسير ولا اعوجاج ولا تحدي القانون، ولا هم يحزنون. كان داكشي سلمي كما خرج الحراكة سلميا في الريف في العزيز. أحييكم واحدا واحدا، أحييك الأستاذ الحبيب أستاذ مجاوي، وباسمكما أحيي كل المشاهدين والمشاهدات، على أمل اللقاء بكم يوم الخميس المقبل حول وضعية حقوق الإنسان في الريف وكل الوطن، ومع السلامة. تحياتي لكم وشكرا سي رشيد، كيقولوا خلف الستار.